مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا، ونحييكم ونرحب فيكم عبر تلفزيون الكويت والقناة الثالثة الرياضية قناة كويت سبورت، وهذا الاستوديو التحليلي للدوري الكويتي الممتاز لكرة اليد. اليوم راح تقام مباراتين قمة بالإثارة، المباراة الأولى راح تجمع ما بين القادسية والخيطان، أما المباراة الثانية فراح تكون ما بين السالمية والفحيحي. لكن قبل لا نبلش في مشوار هذا الاستوديو التحليلي، خلوني أرحب في ضيوفي المحللين الكرام اللي راح يكونون متواجدين وياي طيلة هذين المباراتين. بالبداية نرحب في أخوي العزيز والغالي كابتن خالد ملحم، نقول لك مساك الله بالخير، منورنا ومشرفنا اليوم. يا مرحبا أخوي عبد الله، مساك الله بالخير، وهذه الساعة المباركة اللي تكون معانا من ضمن استديو الرياضي لكرة اليد، وأحب أمسي على أخوي خالد، وإن شاء الله بإذن الله، وأحب أمسي على أخوانا المشاهدين خلف الشاشات، وإن شاء الله بإذن الله نقدم شيء أو مادة يستفيد منها أخوان محبين كرة اليد بشكل خاص، وبشكل عام متابعين كرة يد الكويتية. أكيد لابد من ذلك. أنا عندي مشكلة كابتن خالد، في بداية كل استوديو أن ضيفي الأول يحرق باقي الضيوف، فأنا أبلش من أول ما انتهيت، وأيضا المميز والخلوق دائما وأبدا كابتن خالد حسين، قل لك مساك الله بالخير، نورني يا حبيبي. مساك الله بالنور أخوي عبد الله، أرحب فيك وأرحب أخوي كابتن خالد، نتشرف فيكم اليوم. واليوم صراحة الأمانة إحنا سعيدين أن تكون ويانا موجود بالاستديو، إضافة الأمانة إضافة لأي مكان تتواجد فيه. إن شاء الله اليوم نقدر نغطي المباراتين بشكل جيد، نقدر نعطي المشاهد اللي يستفيد منه والمطلوب منه ان شاء الله. ما عليك زاد يا حبيبي، ان شاء الله اكيد. بالبدايه قبل لا نبلش مشاهدينا، خلونا نروح نشوف سلايد لنتائج مباريات الامس. مباريات الامس التي جمعت ما بين العربي والقرين، وكان هناك تفوق لنادي القرين ب 28 مقابل 26. اما المباراه الثانيه فجمعت النصر والصليبخات، وفاز الصليبخات ب 34 مقابل 33. اما المباراه الثالثه فكانت ما بين نادي الكويت ونادي التضامن، وانتهت بتفوق كاسح لنادي الكويت ب 38 مقابل 25. كابتن خالد، خلنا نبلش وياك في مباراه العربي والقرين، شلون شفت المباراه من وجهه نظرك؟ بصراحة مباراة العربي والقرين يعني فاجأنا القرين بالمستوى اللي ظهر فيه مباراة أمس، مع أنه في الثلاث جولات السابقة يعني خسر في نهاية المباراة. أمس لاحظنا تصحيح مسار من المدرب والجهاز الإداري لنادي القرين في مباراة أمس، لو لاحظنا قراءة ممتازة للمدرب الصربي ومدرب نادي القرين. في كنا نتكلم من جولات سابقة أن في وجود خلل كبير في منطقة المنتصف، منطقة الدفاع، قدر يستعين فيها المدرب عبد الله المطوع وحسين السلمان في منتصف الدفاع، ولاحظنا بوريس غائب من ثلاث جولات، وأمس أبدع واستمتعنا فيه من التصويبات من خارج التسامتر. مباراة شيقة ومباراة ممتعة من سواء من العربي والقرين، ونقدر نقول قد لك نادي القرين وهارد لك نادي العرب. أكيد طبعا. كابتن خالد، أمس يمكن شفنا المباراة كانت جميلة ما بين الفريقين، قدر أحمد فولاذ أن يتغلب في منتصف المباراة أو ببداية الشوط الثاني، وقدر أن يقلب النتيجة ويتفوق على نادي القرين، لكن نادي القرين خذاها بالخبرة، خذاها بالعزيمة بالإصرار. شنو اللي صار في مباراة أمس؟ القرين أنا أشوفه عبد الله، القرين من بداية الدوري أنا بوجهة نظري قاعد يقدم مباريات ممتازة، صحيح. ولكن اللي فرق مع أمس مباراة العربي تقليل الأخطاء الفنية اللي كانت موجودة في المباراة. يعني مباراتين الأوليين اللي شفناهم كان في يعني يقدم كرة يد ولكن أخطاء فنية كثيرة، اللي هي الباصات الغلط والدخول الخاطئ، فكانت يعني شغلات بسيطة هي اللي تفرق في المباراة. وحتى إذا بنلاحظ ترى قاعد نشوف حتى خسائر فارق بسيط من الأهداف. أمس كان تركيز عالي جدا، تجهيز حق المباراة من الكابتن زيكا بشكل كبير، بشكل واضح شفناه في المباراة، تقليل الأخطاء شفناه بشكل أكبر. أنا بوجهة نظري كان التركيز والاجتهاد والتحضير لنادي القرين مباراة أمس كان أكثر وكان بجاهزية أكبر. العربي ما نقدر نلومه، أول خسارة له في الموسم، صحيح. العربي قاعد يؤدي مستويات جيدة من بداية الدوري، التعويض إلى الآن يعني لا زال الدوري طويل، لا زال الدوري طويل للقرين وللعربي، جميل. بس كانت مباراة ممتعة للأمانة. الأمتع
المباراة في نقطة واحدة بخصوص يوم تكلم أخوي خالد من ناحية العربي. العربي لو لاحظ خلال 25 يوم لعب 9 مباريات صحيح، فهذا ضبط ومجهود على اللاعبين، كان على اللاعبين نادي العربي جهاد كبير يعني، وكانت قراءة ممتازة من كابتن أحمد فولاذ يعني قدر يحاول كثر ما يقدر أنه يسير المباراة، بس الجهد اللي صحيح اللي حاش اللاعبين صحيح تكلم 9 مباريات خلال 25 يوم، هذا ضغط كبير على النادي العربي. نادي العربي عدم وجود البنش دائما يكون، اذا كان صحيح البنش مستواه نفس مستوى اللاعبين اللي داخل الملعب يكون اريحين للمدرب يعني. هذه النقاط اللي خلت العربي انه يكون امس يعني في دروب، بس انا اتوقع ان العربي في الايام القادمه تصحيح الاخطاء الفنيه اللي وقع فيها في الشوط الثاني بالذات، 7 اخطاء فنيه في الشوط صحيح الثاني صحيح. انا اتوقع العربي في المباراه القادمه يكون افضل من مباراه امس. اثني على كلامك كابتن خالد، حتى امس يمكن شفنا النادي العربي الجهد كان واضح حتى على مستوى المحترفين، يمكن لوكا ما كان بالمستوى المطلوب، حتى سالم محبوب لما نزل بالشوط الثاني هم ما كان بالمستوى المطلوب، ما هم اللاعبين اللي احنا متعودين عليهم في ادائهم في ارضيه الملعب. عبد الله بعد ذلك اي فريق يعني مثلا نفترض كمثال هم القادسية، اي فريق يعتمد على 8-9 لاعبين لابد ان تشوف انت مع المباريات يعني كثره المباريات راح تشوف في دروب طبيعي لانه ما في بديل. ليش احنا نستثني نادي الكويت مثلا؟ نادي الكويت لانه عنده 3 صفوف ماشي. صف ثالث صاج، فتشوف قله اصابات ما شاء الله عليهم بعد يقولون تبارك الله قله اصابات، تشوف المجهود دائما بالمباراه يعني ما في ارهاق، ما في لانه في البديل يعني انت لما انا اقدر العب مباريات باكثر من تشكيله صاج. ولكن الفريق اللي يعتمد على 8-9 لاعبين بالكثير يعني، او في فرق تعتمد على 7-8 لاعبين صحيح، فهذا يصير مثل امس التضامن يمكن شاركوا ب 11 لاعب توتال، المجموعه كامله 11 لاعب صحيح. فانت اليوم عامل التدوير ما بين اللاعبين وعامل اتاحه الفرصه وانك انت تعطي الاستشفاء العضلي ان اللاعب يرتاح بالضبط، هذه ما كانت موجوده بالضبط عند وايد فرق بالضبط. لا هذا اللي حصل، لا لان امس مباراه العربي والجراين ترى فيها معطيات يعني تختلف عن جميع المباريات صحيح. يعني لو تلاحظ يعني كان في ثلاثي في نادي الجرين يعني فهد العميري لابد ان احنا نثني عليه، فهد العميري هو اللي ساهم يعني نقول 70% لفوز فريقه فهد العميري. فهد العميري قدم مباريات صحيح، سواء بالخساره نادي الجرين في الجولات السابقه وجوله امس مع العربي قدم مستوى رائع يعني، ما في حارس يخرج كل مباراه 14 سيف 14 تصدي، فهد العميري مستواه ثابت ونتمنى له التوفيق في الايام القادمه. عندك فاسيلي ترى هو نجم من بدايه الدوري لين امس وهو نجم، كل مباراه اقل شيء سكور عنده 9 اهداف يعني. نادي القرين امس فعلا كان محضر ذهنيا وكان جاهز نفسيا للمباراه هذه، وكان داخل المباراه هو عازم وهو متاكد ان شاء الله يتغلب في هذه المباراه. العربي نقول تصحيح مسار، لا بد ان تعالج الاخطاء اللي صارت في المباراه، لا بد يصير عمليه روتيشن مداوره بين اللاعبين صحيح. اذا صار في جهد على اللاعبين، اللاعب ثق بالله في كره اليد ما في لاعب يعطيك أكيد 60 دقيقه أكيد. اللاعب يعطيك اذا اعطاك في شوط 20 دقيقه هذا الله يعطيه العافيه، بس اللاعبين 60 دقيقه هذه يعني علامه استفهام سواء في نادي العربي او جميع الانديه بالضبط. ننتقل حق المباراه الثانيه طال عمرك، المباراه الثانيه اللي جمعت ما بين الصليبخات والنصر، هدف فرق جول حسم المباراة، وكانت مباراة دراماتيكية يعني مباراة جميلة جدا يعني. يعني مباراة النصر والصليبخات كانت الأمانة أنا أشوفها يمكن أفضل مباراة بالجولة صحيح. الفريقين يملكون عناصر ممتازة، محترفين على مستوى عالي، محليين على مستوى عالي. الفرق اللي صار أمس بالمباراة مثل ما ذكرت أنا بوجهة نظري يمكن يعني ما ابي احدد بالاسم، ولكن في اخطاء بشكل مباشر صارت نادي الصليبخات صحيح امس، هي اول شيء اعطت الفرق حق النصر، ولكن تعديل السريع يحسب شنو الاخطاء خالد؟ اخطاء فنيه كثيره، اخطاء حتى بالتشكيله، ما ابي اقول كابتن وليد صحيح. في لاعبين ما كان المفروض بالتوقيت هذا دخولهم يشاركون شاركوا، شفنا الاخطاء الفنيه بشكل كبير. في جمل تكتيكيه ما كان يعني احنا مثل ما نقول يعني ما كانت مطابقه لل يعني او يعني شلون اقولها بلغه كره اليد، ما كانت تايم مو حق الدفاع مثلا، مو حق الدفاع الطريقه التكتيكيه هذه ما تلعب مثلا حق الدفاع صحيح. وكانوا في اخطاء، فعشان كذي نشوف النصر طلع فاست بريك وايد في الاخطاء الفنيه، يقطع الكره ويطلع فاست بريك صحيح. فاستغلها استغلال
ممتاز جدا. بس كمجمل المباراة مباراة ممتعة، الفريقين أدوا مستوى ممتاز جدا من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية، ولكن بالنهاية مثل ما ذكرت عبد الله أنت فرق هدف صحيح ما تعطي انعكاس ان فريق افضل من فريق مثلا، ولكن بالرتوش البسيطه هذه اللي هي الاخطاء الفنيه فقط. جميل. المباراه الاخيره جمعت ما بين الكويت والتضامن، انتهت المباراه مستوى فارق فني، يمكن شفنا مثل ما تفضل يمكن كابتن خالد قبل شوي، نادي الكويت يمتلك صفوف ثلاثه، يمكن الصف الثالث ولعبوا لاعبين ناشئين ولاعبين شباب موعودين احنا في جيل قادم. جميل، شلون شفت المباراه؟ مباراة متوقعة أن اللي تغلب نادي الكويت، لأن أمس شارك بلاعبين تحت 16 سنة شارك فيهم أعطاهم مريحي، لأن الفريق أتوقع اليوم يسافر أو أمس بالليل سافر المعسكر، لا بد أن يعمل أريحية للاعبين سواء المحترفين ولاعبين ما نقول الأساسيين، كل الفريق 16 لاعب أساسي أو 18 لاعب أساسيين من نادي الكويت. مباراة متوقعة، مباراة يعني كلنا نتوقعها بفوز نادي الكويت. لو تعطيني بس دقيقة بخصوص مباراة أمس، مباراة صليبخات والنصر، مباراة صليبخات والنصر كان كل الشارع ينتظرها، لأن الفريقين في منافسة قوية بين الفريقين من السنوات السابقة، وكان يعني الفريقين اللي تغلب نقدر نقول 70% ياخذ الأمل للصعود من ضمن ستة المباراة. أنا أضيف كلام خالد أخوي أن المباراة ممتعة ومباراة استمتعنا فيها، وكان ظهور ممتاز سواء من الفريقين أو قراءة ممتازة من المدربين، يعني الفريقين قدموا أداء مميز والفريقين قدموا مستوى رائع اللي حنا نفرح فيه كمحللين أو كمحبين كرة يد، نشوف بالمباراة من الدقيقة الأولى لغاية آخر دقيقة مستواها ثابت، وهذا ما يسعدنا. يعني نقدر نقول مثل ما في فوز وخسارة، هارد لك النصر وقد لك نادي صليبخات. جميل جدا، نغلق صفحات مباريات أمس ونفتح مباراة أو صفحات مباريات اليوم. عندنا سلايد لمباريات اليوم، خلونا نشوف هذا السلايد. اليوم راح تقام مبارتين، المباراة الأولى في تمام الساعة 5 ما بين القادسية وخيطان، أما المباراة الثانية فراح تكون في تمام الساعة 6:30 ما بين الفحيحيل والسالمية. إذا التقرير جاهز خلونا نروح نشوف تقرير مباراة القادسية وخيطان، ومن بعده لنا حديث مطول عن هذه المباراة. في اليوم الثاني من الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد، نحن على موعد بلقاء يجمع القادسية بنظيره خيطان في لقاء مهم للفريقين لمواصلة تحقيق الانتصار الثاني لهما على التوالي، حيث تغلب القادسية على اليرموك بنتيجة 32 هدفا مقابل 23، كما استطاع خيطان الفوز على الساحل بنتيجة 44 هدفا مقابل 19. القادسية رغم الغيابات والإصابات يحقق أول نقطتين له في الدوري الممتاز، ويأمل في مباراة اليوم إلى حصد المزيد من النقاط والارتقاء في سلم الترتيب العام بالتوليفة والعناصر المتاحة التي بذلت المزيد من الجهد في الجولة السابقة، بالإضافة إلى إصرار وعزيمة لاعبي بني قادس لإحداث فارق في مباراة اليوم. في المقابل خيطان يكتسح الساحل بنتيجة كبيرة في الجولة السابقة ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويدخل خيطان مباراة اليوم بروح ومعنويات مرتفعة لمجاراة القادسية تحت قيادة المدرب التونسي المعز بن محفوظ ومحترفي النمساوي يانكو والكرواتي أندريج أوبرانوفيتش. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. خالد، أبي أسألك عن القادسية والإصابات اللي بالجملة متواجدة عنده، يمكن اليوم خسر في أول جولتين وفاز في الجولة الأخيرة واللي هي الثالثة على اليرموك، شلون راح تكون قراءة المدرب لمباراة اليوم؟ شوف القادسية وضع احنا نقدر نقول انه وضع استثنائي، وضع الإصابات اللي حاشتها عبد الله من بداية الموسم يمكن 8-9 لاعبين وإصابات مؤثرة، يعني لاعبين أساسيين وهناك قوة ضاربة، عندك بلادان، عندك عزيز سالمين،
عندك اليحيوح محمود علي، فإصابات كثيرة، حسن المهدي. فاليوم يعني ما نقدر نقول أن القادسية مثلا ما أدى، لأن الإصابات اللي موجودة عنده بشكل كبير ومؤثرة حق أي على أي فريق. ولكن نقدر مثلا نقول على الكابتن سلافكو، يعني تنظيم الفريق على العمل الجماعي داخل الملعب وعلى إشراك العدد الأكبر من اللاعبين لتفادي مثل هالظروف هذه، لتفادي الإصابات. ممكن اليوم غاتسيا ما أدى أول مبارتين، خسر لأن بظل الإصابات اللي موجودة بالفريق الكثرة. اليوم ممكن قاعد نشوف يعني أكثر من لاعب عادوا، اليحيوح اليوم، محمود علي، حسن المهدي اليوم رجعوا المباراة، إن شاء الله حتى المباراة القادمة ممكن بلادان يكون بالملعب. فالعودة هذه راكب مطلوبة. شوف هي ممكن أنها تكون فائدة أو يعني تقدر سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين أن هي بالبداية الموسم. صحيح. يعني ممكن خسرت لك أول لعبتين مع عودة المصابين، أنك يمديك تعوض في مجال أنك تعوض. ما زلنا بجولة الرابعة. أيوة. ولكن بعز المنافسة لو الله لا يقول الإصابات هذه كانت موجودة ممكن أنت ما تلاحق. ولكن القادسية اليوم يعني مطالب أن يعطينا صورة أفضل في لعب في يعني في 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 المنظومة اللي داخل الملعب. نعم في إصابات، ولكن إحنا القادسية حتى باللعبتين الأخيرين ما شفنا أداء مقنع داخل الملعب، باستثناء مباراة اليرموك. ممكن اليرموك ما يكون خصم أو منافس قوي، ولكن نقدر نقول نوعا ما أدى الفريق القادسية. اليوم شوي نشوف مع عودة المصابين ممكن القادسية يرد للقادسية اللي نعرفه مع عودة اللاعبين المهمين المصابين اللي عنده. احنا دائما كابتن خالد نقول على الورق القادسية أفضل، لكن في أرضية الملعب ما تحتكم. هو الثامن والقادسية الخامس يعني بالضبط، يعني مو فارق كبير ما بينهم، خصوصا مع القانون الجديد اليوم تفوز. احنا كنا قاعد نسولف تحت الهواء عن الموضوع هذا، القانون انك انت اليوم اذا فزت تاخذ نقطتين، وفي حال التعادل نقطه واحده. هذا قبل، اليوم صار في حال التعادل تلعب بلنتيات، ففي قوانين مستحدثه صارت في البطوله او اللعبه بشكل عام. هذه مو بشكل عام جميع الدوريات، هذا بس الدوري الكويتي الكره. شنو سبب كابتن خالد ليش سووا هذا القانون؟ يمكن الاتحاد نظرته المستقبليه ان يعني رميات السبعة متر صار كان فيها اضاعه، كثره اللاعبين المنتخب يضيعون، عمل الشغله هذه للتطوير رميات الله. سبعة متر، لانه يقول سبعة كره اليد ما نقول رميه جزاء، سبعة متر يعطي نقول حظ كبير للفريقين، عدم يكون تعادل نقطه نقطه، لا خلينا يعطي حظ للفريق انه رميه سبعة متر. نقدر نقول بعد ما تكلم اخوي خالد بمباراه القادسيه، احنا نقول القادسيه بمن حضر، دائما القادسيه يعني يملك نادي كبير، يملك جمهور كبير، يملك جهاز اداري كبير وجهاز فني خبره كبيره عالميه. القادسيه بعد خروج فلادان وعبد العزيز سالمين وعبد الله الحجرف وحسن مهدي ومحمود علي صار في دروب في الجولات السابقة، بس إن شاء الله القادسية عند المباراة هذه مباراة مصيرية. بعد مباراة اليوم إذا فاز القادسية راح يكمل مشواره، إذا خسر نقدر نقول 60% يبتعد من الستة الكبار، لأن الجولات القادمة جولات صليبخات، العربي، السالمية، برقان، راح تكون مباريات صعبة. مباريات صعبة أكيد. مباراة اليوم لازم ياخذها القادسية بأي طريقة، لا يقسم القسمة على اثنين. مباراة اليوم إذا تفوق القادسية فيها نقدر نقول نعمل أنه يصعد، لأنه خاسر من النصر أكيد. وخاسر جولتين، والجولتين اللي خسرها من أفريقيا منافسة للستة الكبار. راح تكون فوز اليوم راح يكون دفعة معنوية حق باقي المباريات. أنا بوجهة نظري ووجهة أي نظر فني أن القادسية لازم يتغلب اليوم. إذا خسر اليوم نقدر نقول فقد الأمل. راح يصير مباريات الجاية مباراة قوية، مباريات تكلم السالمية قوي، وصليبخات كذلك، والعربي والقرين كلها مباريات قوية. لحد الحين ما تصادم مع كاظمة، باقي أفرقة قوية. أنت لابد أن الأفرقة اللي هي أقل منك مستوى لازم تفوز فيها، يعني الله يعين المدرب اليوم اللي ما راح تقدر تعطي إراحة لبعض اللاعبين. أنت اليوم لازم تأخذ هالمباراة بالطول بالعرض، لازم تكسبها لباقي المباريات القادمة. عدل؟ نعم لازم تفوز اليوم مباراة اليوم. أنا بوجهة نظري القادسية لازم يفوز اليوم، لازم يفوز اليوم بأي طريقة.
يعني مع ان فريق خيطان عنده 4 نقاط صحيح. فاز على الساحل، فاز على التضامن، خسر فاز بالجولات الثلاثه لا يعني. فاز بجولتين وخسر مع العربي وجود يانكو صحيح. 4 مواسم دوري الكويتي وجود اندريتش الكرواتي لاعب صحيح. عنده خبره كبيره بس نقدر نقول القادسيه يلعب كاريزما قويه، يلعب شخصيته، شخصيه البطل صح. اي شخصيه القادسيه لها شخصيه ثانيه اكيد. نقدر نقول مباراه ممتعه وراح نستمتع فيها سواء من الجهاز الفني واللاعبين داخل الملعب. ببلش من اول ما انتهى فيه كابتن خالد. خيطان 4 نقاط من الجولات الثلاث السابقه، خساره وحيده من العربي، يمتلك محترفين نفس النمساوي يانكو، الكرواتي اندريتش، لاعبين مميزين يعني فريق لا يستهان فيه اليوم. شلون راح تكون قراءه المباراه من المدرب؟ للامانه خيطان يعني قاعد يقدم مستوى ممتاز جدا، يعني بدايه الموسم انطلاقه كانت ممتازه، فاز باول لعبتين، خسر مع 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 العربي، العربي فريق منافس على البطوله عبد الله، فريق يملك يعني مثل ما نقول كاريزمه البطل، اي يعني فريق حتى اللاعبين المحليين المحترفين بشكل كبير يعني مستوى عالي، فاليوم خيطان على المستوى اللي قدمه بدايه الموسم يعني شيء ممتاز جدا، واليوم حتى مع القادسيه عبد الله اليوم راح نشوف ان خيطان راح يقدم مباراه ممتازه، لان احنا نتكلم فني داخل الملعب ككره يد، اليوم عبد الخيطان قاعد في 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 تكتيك داخل الملعب، في منظومه دفاعيه، في منظومه هجوميه، قاعد يلعب بشكل ممتاز جدا، قاعد يلعب الفاست بريك بشكل جيد جدا، انا اشوفه يعني هذا سلاح قاعد يستخدمه خيطان ممتاز، خيطان باغلب المباريات، يعني عندنا مثال مباراه خيطان والتضامن، الجناح حسين الظفيري مسجل 17 هدف منهم 12 هدف او 13 هدف من فاست بريك، هذا رقم كبير جدا صحيح. فخيطان عنده اسلحه يقدر يلعب فيها، عنده خط خلفي يصابون بشكل ممتاز جدا اللي هم يانكو واندريتش، فهي يعني خيطان يملك اسلحه ممكن انه يكون اليوم يصعب المباراه على نادي القادسيه. القادسيه اذا مثل ما ذكر اخوي خالد، اذا القادسيه اليوم ما لعب صوره ممتازه جدا واعطانا يعني كره يد بشكل فني ممتاز جدا، ممكن ان خيطان يكون ند قوي، ممكن يتغلب عليه بالمباراه، لان خيطان قاعد يقدم مباريات جدا ممتازه، واليوم القادسيه مثل ما ذكر اخوي خالد اليوم القادسيه مطالب انه يفوز، لان الفرص قاعده تقل عند القادسيه، لان خساره 4 نقاط من بدايه الدوري، ولكن اذا خسر ممكن تصير نوعا ما مستحيله، يعني وايد الضغط راح يكون صحيح. على نادي احنا نتكلم القادسيه وجوده مع السته الكبار هو مطلوب اساسي صحيح، لان نتكلم على القادسيه له تاريخ كبير بكره اليد الكويتيه ويملك جمهور، اللي احنا كلنا عشاق جمهور سواء القادسيه والعربي الكويت كاظمه، لان الجمهور دبلوماسي انت لا 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 لا, لا اكون معك صادق، ترى لعبه كره اليد او لعبه جماعيه من غير جمهور ما يكون لها اكيد طعم، ما لها طعم القادسيه يعني صادق. له جمهور والعربي له جمهور، احنا نستمتع، يمكن اخوي عبد الله خالد انا دائما اقول عبد الله اخوي خالد، يمكن قبل لا ندش الصاله ونشوف جمهور العربي والقادسيه يصير فيه رهبه كاحنا لاعبين او من اللاعبين، المباريات العاديه لها طعم، ولما تلعب وفي جمهور تعطي الدبل تعطي الدبل صحيح، تكون رهبه، احنا نقول لك محتاجين فوز القادسيه اليوم ضروري، لان وجوده مع السته الكبار يعطي الطعم ويعطي حيويه للدوري. ما انا اتوقع اليوم مدرب سلافكو يلعب بامكانياته، الامكانيه الموجوده اللي هي محدده، بيلعب 6-0 مقابله خارج التسلل عطيه، حسن مهدي مدافعين اقوياء، عنده عبد الله فاروق لاعب صويب من خارج 9 متر، وجود الاجنحه سوار مبارك، ولاحظ لابد ان احنا في نقطه رئيسيه يمكن يساعدني اخوي خالد فيها، ناصر بخضره ترى يلعب جناح، يلعب باك، يلعب سنتر، يعني وين ما تحتاجه يقدم المستوى اللي مطلوب منه المدرب، دائما يطبق التكتيك المدرب، دائما هو يكون قائد داخل الملعب. ناصر بن خضره احنا من شخصيه من اشد المعجبين فيه، سواء يلعب الجناح او يلعب الباك او يلعب السنتر، لو تلاحظ مباراه اليرموك لعب سنتر ولعب باك ولعب جناح، لكن اكثر مركز يمكن كابتن خالد اذا تعيد هو مركز الضاربه. شوف انا تكمله لكلام اخوي خالد، يعني اللي قاله 100% صح، لان اليوم الاعتماد بشكل مبالغ فيه على عبد الله فاروق هو سبب رئيسي انا بوجهه نظري يعني بهبوط مستوى نادي القادسيه، اليوم ما يصير انا اعتمد اعتماد كلي على المحترف على عبد الله فاروق، عندي انا خامات محليه
تأدي بشكل ممتاز جدا مثل ما ذكر اخوي خالد اليوم. ناصر مخضرة قاعد يأدي بشكل ممتاز جدا بالخط الخلفي، يلعب بلاي ميكر او يلعب من ناحيه الباك، حتى اذا هو مو مسجل ولكن يفتح المساحات حق المحترف او حق الباك الثاني. فاليوم يعني نتمنى من الكابتن سلافكو ان عمل المنظومه الهجوميه اليوم والتقليل من الجهد على 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 عبد الله فاروق، لانه اوكي ممكن هو يسجل لك 10 اهداف 12 هدف 13 هدف، ولكن المجهود البدني او الاداء الفني بالمباراه راح يصير فيه هبوط بشكل كبير. جميل، على عجاله خيطان ممكن يستفيد من الضغط اللي قاعد اللي على القادسيه اليوم أكيد. ويقلب النتيجه من صالحه اكيد. خيطان حاضر مباراه اليوم للفوز، الخيطاني بيفوز صحيح باي طريقه، والضغوطات اقل عليه. لا والشيء الثاني لا عليه ضغوطات، لا ليش ما عليه ضغوطات؟ لان الخيطان لان القادسيه ناقص أي. وخيطان محتاج الفوز صحيح. يقول فرصه كبيره اني افوز اليوم، عدم اكتمال صفوف نادي القادسيه ومن يستغل الفرصه ويستغلها، لا بد من استغلال فرصه اليوم. وعليه ضغط كبير اليوم من خيطان، يقول انا لازم افوز اليوم، اذا ما فزت على القادسيه اليوم ما راح افوز عليه بالجولات القادمه، لان القادسيه عنده غيابات كثيره وخيطان محتاج، لان خيطان كامل صفوفه كامله كلها ما عنده ولا نقص ولا جميل. سواء يوسف عبد الجليل، عبد العزيز دشتي، احمد بلوشي كلهم كاملين. جميل فضل. جميل، فنتمنى التوفيق لكلا الفريقين القادسيه وخيطان، وان شاء الله نشوف مباراه تليق باسم وسمعه هذين الفريقين العريقين والكبيرين. انتقل بالصوت والصوره لمعلقنا العزيز محمد مدور لتعليقه على مجريات الشوط الاول، تفضل كلمتك. الله الرحمن الرحيم، شكرا لزميلي عبد الله النوري، ضيوف الكرام السيد التحليلي الكباتن خالد حسين الكابتن خالد ملحب. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير من صاله نادي الكويت بكيفان. محمد يوسف مدو يحييكم عبر تلفزيون دوله الكويت لينقل لكم مجريات لقاء اليوم، لقاء القادسيه وخيطان. حكام لقاء اليوم حكام ارض، حكم القاري محمد دشتي، حكم درجة أولى فواز باقر، ميقاتي مسجل خالد الفيلتشاوي، أحمد الأحمد مراقب فني لهذا اللقاء بدر المطوع، مراقب إداري أحمد المطوع. بداية الإرسال مع نادي القادسية وهذا المصري عبد الله فاروق، هذا الدخول ولكن خاطئ ومقطوع طويل، والفاست بريك الضفيري المتخصص فهد كرم، فهد كرم يتصدى لأول كرة وفاست بريك في هذا اللقاء، يتصدى لأول كرة وفاست بريك في هذا اللقاء. هنا طبعا عبد الله العطية دائرة نادي القادسية، وهذا ناصر بخضرة ومحمد اليحيوح، عبد الله فاروق المحترف المصري مقدم مستويات رائعة في المباريات الماضية، هذا اليحيوح عاود الدخول فقوي من خيطان، بخضرة والقادسية والتمرير، وعبد الله فاروق التصويب الأولى وأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء عن طريق عبد الله فاروق المحترف المصري، المحترف المصري يسجل أول أهداف اللقاء. هذا هدف شوف من الثبات، من الثبات يسجلها عبد الله فاروق مسجلا افتتاحية هذا اللقاء. كرة مع خيطان الآن، والتمرير أندريج، أندريج الكرواتي عاود الدخول، دفاع قوي حسن المهدي العائد من الإيقاف في لقاء اليوم، عاود دخول أحمد البلوشي، دفاع قوي من عبد الله العطية، خطأ لنادي خيطان، أحمد عبد القدوس للتنفيذ، أحمد البلوشي للجناح حسين الضفيري، ويا كرم يا كرم فهد كرم، فهد كرم برافو يا فهد، والدخول السريع والتعاون السريع من القادسية،
ويهدي القادسية، يهدي يهدي متقدم. يهدي القادسية، كرة مع ناصر بخضرة، معاولة التمرير إلى ناصر، معاولة الدخول والقادسية، عبد الله فاروق القوة الضاربة والعطية، لكن وين؟ تعود لنادي خيطان والتحول السريع لجريد وسعود، لكن فهد كرم، فهد كرم أقلق المرمى، أقلق المرمى، ثاني فاست بريك في الثلاث دقائق الأولى تضيع على خيطان. هذا فهد كرم، برافو يا فهد، كرتين يتصدى لهم من الفاست بريك وكرة من الجناح، برافو يا فهد، هذا التصدي في أول ثلاث دقائق لفهد كرم. تعود القادسية الآن، ناصر بخضرة الخبرة وكابتان الفريق ليليا حيوح إلى الجناح، عبد الوهاب المزين، عبد الوهاب والتمرير إلى ناصر، ناصر وعبد الله فاروق إلى بخضرة، ويصوب بخضرة وخارج المرمى، خارج المرمى. تعود لخيطان لحد الآن نتيجة 1-0 القادسية، ويانكو، يانكو تمرير الجناح، حسين الضفيري محاولة الدخول إلى يانكو، يانكو يا فهد يا فهد يا فهد، الله عليك يا كرم، كم أنت كريم مع فريقك القادسية في الدقائق الأولى بتصدياتك، ما شاء الله تبارك الله. تعود سريع القادسية وأيضا تمرير خاطئ، لكن عطية ويسجل عبد الله، يسجل عبد الله العطية، برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله العطية، يستحوذ على الكرة، شوف خطفها قبل يانكو وسجل الهدف، برافو برافو، هذا هدف عبد الله فاروق، يسجل الهدف. تعود لخيطان الآن البلوشي، لكن دفاع قوي على البلوشي، لا القادسية يلعب طبعا رجل لرجل مع يانكو، هذا أندرج الكرواتي، ويا فهد يا فهد، الله عليك يا فهد كرم، ما شاء الله تبارك الله، اليوم فهد كرم أقلق المرمى وجميع الطرق لمرماه على نادي خيطان، خمس تصديات في الخمس دقائق الأولى، برافو يا فهد، برافو يا فهد كرم. تعود للقادسية الآن، عبد الله فاروق، عبد الله فاروق إلى العطية، إلى محمد اليحيوح، إلى ناصر، تمرير القادسية، ناصر بخضرة إلى اليحيوح، إلى عبد الله فاروق، محاولة دخول عبد الله، دفاع قوي من الكرواتي أندريج، دفاع قوي من الكرواتي أندريج. تعود للقادسية، ناصر بخضرة، محاولة الدخول، عبد الله فاروق يصوب، يا سلام يا فاروق، سلام عليك يا ابن الفراعنة، يسجل تصويب قوي، قوة ضاربة عبد الله فاروق، برافو يعني عبد الله فاروق، ومع عودة فلادان راح يشكلون ثنائي صعب بالخط الخلفي لنادي القادسية، وأيضا عودة لاعبنا الدولي عبد العزيز سالمين، يا هذه لازم دش هدف، هذه لازم، هذه لازم، حلوة يا عبد الله تشاولي، هدف جميل وثنائية جميلة وقوة فقرة أو حالة تكتيكية جميلة يعملها نادي خيطان، برافو، هدف جميل، تكتيك رائع، حلوة يا خيطان، يسجل عبد الله، شوف شوف سلام يا أندريج، وخلفية والتحرك من غير كرة، يا سلام يا عبد الله تشاولي، هدف يستحق أن يكون باكورة وافتتاحية أهداف خيطان، هدف جميل. والقادسية متقدم بفارق هدفين الآن، والقادسية الآن ليحيوح إلى ناصر بخضرة، معاولة الدخول وناصر إلى ليحيوح، ودفاع مغلق من خيطان، لا يوجد مساحات، والقادسية يعتمد على عبد الله فاروق بالتصويب، وشارة اللعب السلبي وتصويبه من الثبات، لكن يتصدى عبد القدوس، يتصدى وتعود للقادسية، عبد الله فاروق لي، يا سلام يا الخالدي، مبارك الخالدي، مبارك الخالدي، يسجل هدف بعد ارتداد الكرة من حارس المرمى عثمان عبد القدوس. هنا يأتي دور الدفاع، هنا يأتي دور الدفاع في التقاط الكرة الأولى بعد تصدي حارس المرمى، ولكن يستحوذ عليها مبارك الخالدي ويسجل الهدف الرابع، يرفع الفارق إلى 3 أهداف. الكرة الآن تعود وخيطان، وقادسية يلعب دفاع متقدم ويانكو، لكن تعود لخيطان، تعود، هذا أندريج، أندريج الكرواتي، دفاع قوي من عبد الله العطية،
تنبيه عبد العطية، من حقك يا عبد الله انك تلعب دفاع قوي ولكن من غير استفزاز للاعب المهاجم. بعد الصافرة تترك المدافع، لكن تعود الان الخيطان مرة اخرى اندري الى البلوشي، محاولة الدخول للجناح سعود الجريد زميل الامس، سعود الجريد لاعب نادي القادسية في اخر لعب معاهم تقريبا 4 مواسم سعود الجريد، والان هذا الموسم هو مع نادي خيطان. احمد عبد القدوس الى يانكو النمساوي الخطير، لكن وين يا يانكو؟ خارج المرمى، خارج المرمى يا يانكو. هذا النمساوي تعود سريع القادسية والتحول السريع، عبد الله فاروق هنا الحلول واليحيوح الى الجناح عبد الوهاب المزين، وتعود ويهدي يمسك ملعب عبد الله فاروق، عبد الله فاروق تمرير الدائره، لكن هناك خطا لعبد الله فاروق، دفاع قوي هذا الحكم فواز باقر اشاره لمكان تنفيذ الخطا، نفذها عبد الله العطيه القادسيه يهدي اللعب متقدم بفارق 3 اهداف. 9 دقائق مضت عزيزي المشاهد، والقادسيه متقدم على خيطان 4-1، والقادسيه هل يزيد القله ام كلمه هناك لنادي خيطان؟ والتقاطع الجميل عبد الله فاروق، يا سلام يا عبد الله، عبد الله فاروق، عبد الله فاروق يسجل والسنتر سريع لخيطان، والنتيجة أصبحت الآن بفارق 4 أهداف. هذا أندريج حاولت الدخول، وما زال الدفاع المانتومان على يانكو. شوف هذا التقاطع، شوف ناصر دخل بين 2 و3 سحبهم، أفضل مكان بالتحرك من غير كرة لعبد الله فاروق اللي دخل وسجل الهدف. برافو يا عبد الله فاروق. زرجان زول أندريج، أندريج يسجل، برافو يا أندريج، أندريج الكرواتي، يجب أن تتحرك يا أندريج ما دام القادسية يلعب مانتومان على يانكو. الآن الدور عليك بخروج المانتومان، وجود 5 على 6 متر، يعني في هناك طبيعي راح يكون هناك مساحات، فقط لعب كرة يد سهلة تمرير دخول بين 1 و2 راح تفضي المساحات، أو عمل كروسات سحب الدفاعات ودخول أندريج من 9-8 متر يصوب، وهو صاحب تصويبات قوية وراح يسجل مثل ما شفنا عزيزي المشاهد بالهدف الأخير. تعود القادسية الآن، ناصر تمرين للدائرة والدفاع قوي، كان هناك في دفع من الدفاع على عبد الله العطية القادسية، ناصر بخضرة لعبد الله فاروق إلى اليحيوح، وأنا قاعد أشوف القادسية لا يجد حلول سوى من التصويب من الخارج من عبد الله فاروق، وايضا صوب لكن هالمره خارج المرمى. تعود لخيطان سريع، هذا يانكو، يانكو الى اندري، اندري للدائره ابراهيم ويسجل ابراهيم. خيطان قاعد يطبق منذ بدايه اللقاء التحول السريع والفاست بريك، يعني راينا احنا ان الخيطان ترى ضيع فاست بريكين، واحد من حسين الضفيري والثاني كان من والله نسيت منه، بس يعني كان طلع في فاست بريكين، يعني الخيطان منه بدايه اللقاء وهو قاعد يخرج او قاعد يلعب بالتحول السريع، وهو السلاح الجديد والصحيح في كره اليد الحديثه، دفاع قوي حارس مرمى تحول سريع في الفاست بريك. عبد الله فاروق، لكن هناك 4 خطوات يا عبد الله فاروق، لا تطلب فرصه يا عبد الله، اشر لك الحكم فواز باقر دفاع عليك، خذيت 4 خطوات في حالة الإعاقة. نعود إلى الخطأ، تعود للقادسية والفارق أصبح 2، عبد الله فاروق وعثمان يتصدى، عثمان عبد القدوس يتصدى، تعود لخيطان يانكو إلى إبراهيم وفهد كرم، فهد كرم يتصدى، برافو يا فهد، لاعب اليوم 11 دقيقة من نار فهد كرم، 11 دقيقة من نار فهد كرم، مغلق جميع السبل والطرق التي تؤدي إلى مرمى القادسية. برافو يا فهد، برافو يا فهد. هذا إبراهيم البلوش اللي أضاع الكرة الأخيرة، محمد اليحيوح نزول، محمد الياقوت في مركز الباك. تعود القادسية إلى اليحيوح إلى الياقوت، ناصر بخضرة عود الدخول، دفاع قوي
محمد الياقوت حاول الدخول وخل تصويبه وهناك خطأ لمحمد الياقوت طبعا خروج عبد الله فاروق اكيد ما هو امر فني توقعاتي اكيد يمكن تعور او في شيء وراح يعود الياقوت ويتصدى عبد القدوس برافو يا عثمان اليوم حراس اللقاء هم نجوم الدقائق الاولى والجريد يا سلام يا سعود سعود الجريد يقلص الفارغ ويعود خيطان قاعد اقول لك عزيزي المشاهد اليوم القادسيه في الحاله الهجوميه لا يجد حلول الا من التصويب من الخارج لدفاع خيطان المنتظم وخيطان يمتاز في التحول السريع وهذا اللي شفناه خيطان قاعد يحاول في حاله هدف عليه او قطع الكره من الدفاع يتحول سريع وما يعطي مجال القادسيه بالانتظام بالدفاع هذا هو عنوان الدقائق الاولى القادسيه اليحيو الى ناصر الى الياقوت وهدف هدف يسجل محمد الياقوت برافو يا محمد سنتر السريع خيطان هذا اندريج الى احمد البلوشي احمد الى ابراهيم لكن تنقطع من حسن المهدي تعود للقادسيه مبارك الخالدي سريع اليحيوح يسجل محمد اليحيوح واول تحول سريع هجومي من نادي القادسيه شوف هو السلاح الصحيح شوف شو القادسيه تحول سريع عدم انتظام الدفاع بالزياده العدديه تسجل هدف هكذا تلعب كرة اليد الحديثة عزيز المشاهد السرعة في التحولات دفاع قوي حارس مرمى تعود خيطان البلوشي والاختراق يسجل أحمد البلوشي الهدف شوف هذا أحمد البلوشي هدف تعود للقادسية الآن ناصر بو خضرة تمريرات وخيطان لعب ست تصوير متقدم بو خضرة للياقوت للدائرة حسن المهدي دفاع قوي من أندرج دفاع قوي على حسن المهدي من أندرج ناصر بو خضرة والقادسية قدمه للياقوت ويتصدى عبد القدوس برافو يا عثمان برافو التعود سريع تشاولي والفاس بريك وهدف هدف يسجله عبد الله تشاولي ويقلص خيطان الفارق الى هدف شوف هذا التعود شوف احمد بلوشي وسرعه عبد الله تشاولي في التحول السريع ويسجل الهدف السادس انتصفنا الشوط عزيزي المشاهد 15 دقيقه وقادسيه متقدم على خيطان بفارق هدف 7-6 مباراة متقاربة مباراة حلوة سريعة اليحيوح إلى المزين ويسجل عبد الوهاب المزين الهدف برافو يا عبد الوهاب يسجل الهدف شوف من الزاوية والله زاوية ضيقة ولكن عبد الوهاب المزين لاعب مميز من الجناح برافو يا عبد الوهاب يرفع الفارق إلى هدفين خيطان الآن وهذا سلافكو الكرواتي تنقطع من القادسيه لكن هناك خطا تعود لخيطان وخارج الملعب رميه جانبيه وهنا طبعا المدير الفني لنادي خيطان التونسي المعز بن الهادي ينظر لهذه الكره والتمرير الخاطئ بهذه الطريقه هذا المعز بن هادي اكيد ما راح تعجبه ما يبي الفارق عاد بالنتيجه ما يبيها تتسع عبد الله فاروق عوده عبد الله فاروق مره اخرى لكن الان الوقت مستقطع يطلب المدير الفني لنادي القادسيه الكرواتي سلافكو لنادي القادسيه والآن مع تصديات طبعا حراس المرمى هذا تصدي فهد كرم هناك هذا طبعا المتألق فهد كرم اليوم في هذا الشوط لحد الآن في 16 دقيقة أو 17 دقيقة فهد كرم 6 تصديات
هذه تصديات فهد كرم، وعثمان عبد القدوس بأربع تصديات. حراس المرمى اليوم هم نجوم هذا الشو، هم نجوم هذا الشو. هذه طبعا الكرات وهذه تصديات عثمان عبد القدوس، لحد الآن هم المتألقين. حراس مرمى الفريقين وانتهى الوقت المستقطع. عزيز المشاهد اللي طلب المدير الفني المعز بن هادي التونسي لنادي او عفوا الكرواتي سلافكو، الوقت مستقطع لنادي القادسية. هناك استأنف اللقاء والقادسية الآن عبد الوهاب ناصر أبو خضرة لعبد الله فاروق، دفاع قوي من إبراهيم البلوشي، دفاع قوي من إبراهيم البلوشي. هذا عبد الله إلى أبو خضرة، هذا لا هذا اليحيوح الاختراق. يا سلام يا محمد اليحيوح، يا سلام يا محمد اليحيوح، يخترق بالمهارة الفردية ويسجل بالمهارة الفردية ويسجل ويصعد بالفارق إلى ثلاث أهداف، يصعد بالفارق إلى ثلاث أهداف. هذا الهدف شوف عبد اليحيوح بالمهارة الفردية، برافو. تعود لخيطان المتأخر الآن بفارق ثلاث أهداف. أحمد إسماعيل عبد القدوس بالتنفيذ إلى يانكو، يانكو إلى أحمد البلوشي، أحمد البلوشي معه الدخول إلى أندريج، والتصويبة القوية من أندريج، وهدف هدف يسجل الكرواتي أندريج. والسنتر السريع القادسية ناصر بخضرة إلى عبد الله فاروق إلى اليحيوح، واثنين على الدائرة، وهدف عبد الله فاروق من الثبات، تصويبة قوية يسجلها عبد الله فاروق. شوف تصويبة قوية، هذا الهدف اللي سجله أندريج الكرواتي، ويرد عليه المصري عبد الله فاروق بهدف آخر. عبد الله فاروق طبعا مسجل لحد الآن أربع أهداف. خطأ لنادي خيطان، هدف لنادي خيطان، تنفيذ هذا أندريج، جو اثنين على الدائرة من الجناح أحمد البلوشي، لكن هناك فاول خطأ لنادي خيطان، خطأ لنادي خيطان. أحمد عبد القدوس بالتنفيذ، وشارة اللعب السلبي، أندرج إلى البلوشي، إلى أندرج إلى البلوشي، خطأ خطأ هجومي على نادي خيطان، يفقد الكرة أحمد البلوشي، عقوبة الدبل دريبل وخطأ، الحكم يقول دبل دريبل. تعود للقادسية الياقوت، نزول محمود علي يقول الحمد لله على السلامة العودة من الإصابة، لعب محمود علي. تعود اليحيوح إلى حسن المهدي إلى لكن ما توصل، قصيرة يا حسن ما وصلت لي محمود علي. تعود لخيطان أحمد البلوشي، قالت الدخول تمرير للدائرة إبراهيم ما يسلمها، وللجناح جاولي يا فهد، يا فهد كرم 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 كرم، هو هو نجم الدقائق العشرين الأولى لحد الآن، برافو يا فهد كرم. شوف جاولي من وين داش، مساحة كبيرة، ولكن فهد كرم يتألق ويتعملق بمرمى القادسية ويحرم خيطان من هذا الهدف. يعني للحسبة عزيز المشاهد، فهد كرم متصدي لسبعة وتسجلوا عليه سبعة، يعني برافو يا فهد، نسبة كبيرة لحارس مرمى، برافو يا فهد. تعود القادسية، والسبب الأول والأخير في تقدم القادسية، وبو خضرة يا السلام، لا لا هذا اليحيوح، هذا اليحيوح جوكر، وين ما تحطه يبدع ويمتع. باك يسار يلعب ويسجل، باك يمين يتجدد
هو الحسن في فريق القادسية للأمانة، ما تحس فيه ولكن عطاءاته كبيرة محمد اليحوي. ووقت مستقطع يطلب المدير الفني المعز بن هادي التونسي لفريق حيطان بعد ما اتسع الفارق، فريقه كان متأخر في بداية اللقاء فرق ثلاثة، لكن استطاع العودة وصل لفارق الهدف وكان قريب من التعادل، ولكن تألق فهد كرم حرمه من التعادل. والآن اتسع الفارق، فيريد الكابتن المعز أن يرتب أوراقه حتى لا تزيد القلة وتصعب عليه. هذه بعض اللقطات والأهداف. انتهى الوقت المستقطع عزيزي المشاهد. يطلبه مدير فني نادي حيطان التونسي المعز بالهادي، شنو عندك يا كابتن المعز؟ هل يعود حيطان؟ هذا اللي راح نشوفه. احمد البلوشي اندري الى يانكو للجناح سعود الجريد، ويسجل سعود، يسجل سعود الهدف الثامن، ويقلص حيطان النتيجة إلى 3 أهداف. تعود للقادسية الآن، تعود للقادسية. محمود علي إلى اليحيوح، إلى ناصر محمد اليحيوح، إلى أبو خضرة الخبرة، إلى عبد الله فاروق والتصويب، ولكن عبد القدوس بالتصدي ورمية جانبية. برافو يا عثمان، يتصدي عثمان عبد القدوس. هذا ناصر بخضر، هذا ناصر إلى عبد الله فاروق والتصويب بالبلوك، البلوك وتعود لخيطان سريعة. هذا أندرج الكرواتي إلى أحمد البلوشي إلى يانكو، يانكو عودة الدخول، لكن دفاع قوي من مبارك الخالدي، دفاع قوي من مبارك الخالدي، دفاع قوي من مبارك الخالدي. تعود لخيطان، ويا سلام يا فهد كرم، عبد الله تشاولي يضيع، عبد الله تشاولي يضيع من عبد الله تشاولي. حلوة يا فهد كرم، يتألق اليوم بمرمى القادسية ويغلق الطرق على حيطان. يعني اليوم الفارق المتقدم فيه القادسية بسبب تألق فهد كرم. برافو يا فهد، برافو يا فهد. تعود للقادسية الآن، حسن المهدي تفلت من ناصر بخضرة، تعود لأندري، وين لأندري؟ تعود لأندري، لكن وين؟ بعيدة، بعيدة يا أندري، بعيدة. إلى رمية جانبية، تعود للقادسية الآن في آخر 6 دقائق ونص على نهاية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء، والقادسية متقدم بفارق 3 أهداف. وناصر مخضرة والقادسية للجناح، مبارك الخالدي يسجل، مبارك الخالدي يسجل، مبارك الخالدي يسجل. شوف هذا مبارك الخالدي، يعني مبارك الأمانة قاعد نشوفه المباريات الأخيرة بدأ يعود إلى مبارك الخالدي اللي نعرفه. طبعا دفاعيا لا غبار عليه مبارك، وهجوميا بدأ يعود إلى مستوى. برافو يا مبارك، وعودتك إلى مستواك هي دفع وفائدة لكرة اليد. نتكلم على مستوى المنتخب،
عودتك مهمة، أنت لاعب مهم دفاعيا. الآن أتكلم على المستوى الفردي، من أفضل المدافعين على مستوى الكويت. مبارك الخالدي، رأيي الشخصي تعود للقادسية المتقدم الآن بفارق 4 أهداف وعنده فرصة لزيادة الغلة ورفع النتيجة والخروج من الشوط الأول بأريحية. محمد اليحيور إلى ناصر بخضرة، الدفاع المتقدم من خيطان، عبد الله فاروق إلى اليحيور، محمد اليحيور إلى عبد الله فاروق، حاولت الدخول لليحيوح ويصوب، لكن وين لليحيوح؟ بعيد على المرمى، ترد الخيطان سريعة، يانكو إلى البلوشي إلى أندري، الكرواتي أندري، والتصويب لكن فهد كرم حافظها، فهد كرم تعود لخيطان وأندريج مرة أخرى ويسجل، يسجل أندريج. هنا نقول وين الدفاع؟ تصدى فهد كرم، وين الريباوند؟ وين الاستعواذ على الكرة بعد ما تصدى هذه الكرة الثانية اللي سجلها أندريج؟ شوف هذه الأولى تصدى فهد، هني لازم وين الدفاع؟ دور الدفاع، شوف محمود علي وين طلع، يبي يدور الفاست بريك، محمود المفروض كنت تلتقط الكرة بالأول. وعاد هدف لخيطان، تعود للقادسية الآن، هذا أبو خضرة محاولة الدخول لكن وين؟ بعيدة عن الياقوت يا أبو خضرة، بعيدة خارج الملعب، رمية جانبية وتعود لخيطان، تمرير إلى تشاوي، تشاوي إلى البلوشي إلى أندريج، والتجاوز يا سلام يا أندريج، يا سلام يا كرواتي، اشتغل الكرواتي، اشتغل الكرواتي وسجل الهدف، خلص الفارق خيطان، واللعبة سريعة عبد الله فاروق، يا سلام، لكن دفاع، هناك خطأ على عبد الله فاروق، المست الكرة بريلك وانت منزلها دربل يا عبد الله، وتعود سريعة لخيطان، وخيطان خلص الفارق إلى فارق الهدف، وهذا أندريج الكرواتي، يا سلام، قلت لك اشتغل، اشتغل هذا الكرواتي وسجل ثالث اهدافه على التوالي. شوف شوف أندريج، أندريج أندريج يسجل ويخترق بالمواجهات الفردية، أندريج الكرواتي، برافو يا أندريج، يسجل الهدف رقم 5 الشخصي له في هذا اللقاء، برافو. تعود والفارق أصبح هدف في 3 دقائق الأخيرة، والقادسية الآن محمد الياقوت إلى عبد الله فاروق، والتقاطع مع حسن المهدي إلى ناصر بوخضرة، ناصر بوخضرة حاول الدخول إلى الياقوت والقادسية، وشارة اللعب السلبي إلى ناصر، ناصر بوخضرة إلى المهدي، لكن تمريره خاطئ وفي فاول، وما زال اللعب السلبي إلى عبد الله فاروق، يصوب خارج المرمى، خارج المرمى، خارج المرمى، ويهدي عثمان عبد القدوس، والفارق الآن هدف. هل يعود خيطان إلى التعادل؟ ونقول لك لك ما أردت يا كابتن المعز بعد الوقت المستقطع، هذا اللي راح نشوفه، هل يكملها أندريج؟ نزول 2 على الدائرة، يانكو لأنه ممسوك مان تو مان، نزل 2 على الدائرة، أحمد البلوشي إلى أندريج، الكرواتي إلى البلوشي، محاولة الدخول إلى عبد القدوس، محاولة الدخول لكن دفاع قوي على أحمد عبد القدوس، دفاع قوي على أحمد عبد القدوس، هذا الحكم محمد دشتي، والدفاع القوي والحكم محمد دشتي، والحكم طبعا المراقب الإداري أحمد المطوع، انذار على إداري الفريق مشعل الوهيبي بسبب احتجاج البنش المتكرر، عقوبتها انذار على الإداري المختص اللي وقع على السكور شيت. تعود لخيطان أندريج إلى سعود الجريد، إلى أندريج، إلى أحمد البلوشي، للجناح تشاوي، وشارت اللعب السلبي، وأحمد البلوشي إلى تشاوي، وفاول لكن ما فيه شيء، بلاي أون، أحمد البلوشي إلى يانكو، وأندريج لازم يصور، لازم يصور، خلاص آخر تمريرة، إيقاف للوقت، لازم يصور، لازم يصوبها أندريج، لازم يصوبها أندريج،
الشارع وإيقاف للوقت والمسافة القانونية 3 متر تمر لا يانكو لكن خاطئة تعود القادسية سريعة تعود القادسية ناصر أبو خضرة ويهدي ناصر يهدي ناصر أبو خضرة يهدي يهدي قادسية في آخر دقيقة متقدم بهدف يبي يطلع بفارق مريح يعني يقول القادسية أنا أمشي الهجمة ليش سلبي مع وجود تكتيك أطلع على الأقل بفارق هدف معنى أنا أقول ترى في وقت إذا قطع خيطان في وقت كرة اليد في ثواني تتبدل ومحمود علي يا سلام يا محمود يا سلام يا محمود رغم الإعاقة يسجل محمود علي وتعود خيطان تشاولي إلى أحمد بلوشي هات الدخول دفاع قوي إلى تشاولي في النص دقيقة الأخيرة هذا أندريج إلى عبد القدوس ما في أي شيء الحكم يقول ما في أي شيء أنت رميتها أنت رميتها والفاست بريك السريع والخالدي مبارك الخالدي يا سلام يا فهد يا سلام يا القادسية يحول النتيجة بالثواني قلت لك كانت فارق هدف قلت لك تتحول النتائج وهذه سريعة عبد القدوس يا سلام يا أحمد ويا خيطان يسجل في الثواني الأخيرة وفاروق لكن خلاص ينتهي الشوط الأول عزيز المشاهد المثير في كلام كثير راح يكون لكم أعزائي وإخواني في السيد التحليلي مباراة فيها تحولات كثيرة انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية على خيطان بفارق هدفين 14-12 استراحة قصيرة وأعود معكم إن شاء الله لأستكمل معكم مجريات الشوط الثاني أعزائي المشاهدين خلكم معانا الآن انتقل لزميلي العزيز بالسيد التحليلي الكابتن العزيز عبد الله النوري وضيوفه الكرام الكابتن خالد حسين والكابتن خالد ملهم لك المايك عبد الله النوري كل الشكر والتقدير للزميل العزيز محمد مدول لتعليقه على مجريات هذا الشوط الشوط الأول من مباراة القادسية وخيطان واللي انتهى الشوط بتقدم نادي القادسية ب14 هدفا مقابل 12 هدف لنادي خيطان خالد يمكن بداية موفقة للقادسية بفارق 4 أهداف وثم انقلبت النتيجة وقدر خيطان أنه يستغل سلاح الفتاك وهو الفاست بريك هذا اللي قلناه احنا عبد الله اليوم شوف مجمل الشوط الاول ذكرنا احنا قبل المباراه قلنا الاعتماد على 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 المحترف بشكل كبير راح ياثر على 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 مستوى الفريق داخل الملعب اليوم شفنا عبد الله فاروق من بدايه الشوط اول 10 دقائق سجل 4 أهداف 40% من الاهداف بعدها اختفى المجهود البدني نزل عدم ثبات التشكيله من الكابتن سلافكو اليوم شفنا التبديلات كانت بشكل مبالغ فيه نوعا ما يعني اليوم المزين سجل بدله نزل محمود علي الياقوت لعب دقيقتين يطلع قاعده 5 دقائق ينزله مره ثانيه الوحيدين اللي شفناهم ثابتين اليوم ناصر مخضره وعبد الله فاروق ومبارك الخالدي
عبد الله عطيه نزل فتره طلع نزل حسن المهدي، فاليوم كثره التبديلات مع المجهود البدني اللي شفناه على عبد الله فاروق كان مبالغ فيه، فاليوم هذا نوعا ما ادى شويه لانخفاض المستوى الربع الاخير من الشوط الاول. خيطان ذكرنا احنا عبد الله قبل المباراه، اليوم عنده سلاح اللي هو الفاست بريك، شفناه احنا بجميع مبارياته قاعد يلعب بشكل كبير، اليوم طلع 10 فاست بريكات، سجل 6 ممتاز. نسبة ممتازة ولكن فاست بريك خلينا نقول احنا تقريبا 90% هدف محقق، يعني لو مسجل العشرة اهداف كان راح يكون متفوق على غاسية بالشوط الاول. صحيح. اليوم نجم شفنا بالشوط الاول، اليوم تصديات فهد كرم 11 تصدي، رقم كبير جدا بشوط واحد. اليوم لولا تصديات عبد الله فهد كرم ايضا لكان خيطان ممكن انه يتفوق بالنتيجه، مع العلم الاخطاء الفنيه اللي وقع فيها خيطان، اخطاء فنيه 5 أخطاء فنية بالشوط الاول يعني و6 للقادسيه، فهذه اليوم عطت افضليه نوعا ما للقادسيه، هي اضاعه الفاست بريكات والاخطاء الفنيه من نادي خيطان مع عبد الله نزول مستوى القادسيه. قلت لك في الربع الاخير ولا كان المفروض ان خيطان يتفوق بالمباراه، هذا اللي بالشوط الاول، هذا اللي قلنا عنه اليوم الاعتماد بشكل كبير على تصويبات المحترف عبد الله فاروق راح تسبب مشكله حق نادي القادسيه بالطريقه الدفاعيه. انا بوجهه نظري اجاد اليوم لعب مان تو مان مقابل طلع يانكو من اجواء الشوط الاول نهائيا، مقابله ناصر مخضر ليانكو حد من خطوره الخط الخلفي لنادي خيطان. صحيح ان اليوم اندريتش مسجل 5 أهداف كان هو القوه الضاربه يعني، لكن الغيت الجهه اليمين تماما اللي هي ناحيه سعود الجريد ويانكو، فاللعب صار كله على ناحيه الجهه الشمال. فاليوم من ناحيه دفاعيه نوعا ما اوقع خيطان في اخطاء فنيه كثيره اليوم طريقه الدفاع اللي لعب فيها نادي القادسيه، ولكن نادي القادسيه عليه انه يستغل الفاست بريك اكثر بالشوط الثاني، لان اليوم خيطان حتى من ناحيه التبديل عبد الله قاعد يبدل بالدفاع. صحيح. ولعب 7 لاعبين اكثر من مره عشان نادي القادسيه يرجع بالدفاع ويفتح المساحات ليانكو. فاليوم في شوي يعني على الكابتن سلافكو اليوم تعديل المنظومة الهجومية واللعب جماعية أكثر. جميل. كابتن خالد، اليوم يمكن نقاط القوة والضعف ما بين الفريقين، احنا شفنا يمكن مباراة متقاربة نوعا ما ما بين الفريقين، لكن قبل المباراة كنا نقول ان القادسية لابد انه يفوز، القادسية شخصية البطل، القادسية لازم يدخل بكل ما اوتي من قوة في هذه المباراة. شلون شفت المباراة الشوط الاول؟ اخوي عبد الله احنا تكلمنا قبل المباراه ان الكابتن سلافكو يلعب بالامكانيات الموجوده عنده. صحيح. يعني مدرب ما عنده اي خيار اي شيء، اللاعبين الموجودين حاليا هو قاعد يلعب بامكانياتهم بوضعهم، وضع استراتيجيه معينه سواء بعشر دقائق الاولى عطى اريحيه تامه لعبد الله فاروق واجاد عبد الله فاروق، بعد العشر دقائق بدل عبد الله فاروق ليعطيه ريكفري راحه تامه، اخر 10 دقائق نزل عبد الله فاروق، كان كل الفوكس على عبد الله فاروق، عبد الله فاروق مو قادر يشيل لك مباراه كامله او يشيل لك شوط كامل. لاحظنا قراءه ممتازه انا بوجهه نظري كابتن سلافكو بالجهه الهجوميه قاعد يعتمد اعتماد كلي على جميع اللاعبين، ما يعتمد على لاعب معين، يعني 4 أهداف عبد الله فاروق بس باقي الاهداف ال10 أهداف توزعت سواء بالاجنحه بمارك الخالدي او محمود علي او عبد الوهاب المزين او محمد الياقوت او محمد الياحيوه اللي مسجل 3 أهداف، يعني في توزيع جميع المهام الكابتن سلافكو. فعلا عبد الله فاروق 4 أهداف بس باقي الاهداف ال10 مسجلينها جميع اللاعبين. صحيح. يعني قراءه ممتازه في الشوط الاول، بس اللي عطى افضليه الشوط الاول اللي هو فهد كرم. صحيح. فهد كرم تكلم اول 10 دقائق 7 تصديات. صحيح. هذه نسبه كبيره، 7 تصديات وسجلوا عليه 7، نسبه جميله. انت قاعد تتكلم على 40%. صحيح. اذا حارسك 40% انت متفوق، الفريق متفوق. ودفاعيا نادي القادسيه اجاد امتياز 100%، لاعب 5-1 على يانكو، عمليه ضغط، عمليه عدم دخول يانكو للداخلي، قوة يانكو لو تلاحظ المواسم السابقة في الداخلي وضعف يانكو في الخارجي، يعني حاول ناصر بخضرة أن يضعف يانكو بالداخلي. خل نروح للخيطان،
خيطان اليوم لعب أجاد دفاعيا أجاد قدر يغلق منطقة المنتصف وفتح مساحات كبيرة للأجنحة عمل ضغط كبير على عبد الله مصطفى. لو تلاحظ عبد الله مصطفى 9 تصويبات من ضمن 9 4 أهداف نتكلم على نسبة 45% نسبة شوي نقول متوسطة. لاحظ عملية الدفاع 6-0 خروج مدافع رقم 2 خروج مدافع رقم 5 من ناحية خيطان. خيطان اعتمد اعتماد كلي على الفاست بريك مثل ما تكلم أخوي خالد 10 فاست بريك 6 أهداف يعني هذه نسبة نتكلم حنا ككرة يد نسبة ضعيفة. أنت قاعد تتكلم على 60% 60% 40% من ضمنها مو أهداف هذه تصير عكسية عليك. قراءة ممتازة للمعز في الشوط الأول وكابتن سلافكو لابد إيجاد حلول في الشوط الثاني. لو تلاحظ بعد الدقيقة 20 بعد كابتن المعز خذ تايم دقيقة 20 لعب 4 هجمات 7 لاعبين ولاحظت دخول سعود الجريد ودخول اللاعب الجناح الثاني اللي هو تشاولي يعني قراءة ممتازة كابتن المعز وكابتن سلافكو. جميل. يمكن تفضلت انت خالد في بداية الاستوديو قلت لي ان الفاست بريك هو سلاح اللي يعتمد عليه نادي خيطان. دور اليوم المحاور ودور الضاربين ودور المحترفين في نادي خيطان ما اجادوا اللعب بشكل المطلوب اليوم. شنو الحلول اللي راح تصير في الشوط الثاني؟ الحلول هو شوف عبد الله اليوم خلينا نتكلم على المحترفين بشكل خاص اليوم. أندريتش ويانكو ما كان يعني موجوده المساحات اللي يقدر ياخذ مثل ما ذكر اخوي خالد. اليوم الدفاع المتقدم اللي هو المان تو مان شوي 5-1 على 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 يانكو صعب عليه المهمه او يعني نوعا ما طلعه برا اللعب. ولكن أندريتش اليوم سجل 5 أهداف في الشوط الاول. صحيح. قاعد يحاول يتحرك مع احمد البلوشي بلاي ميكر قاعد يحاول يفتح له المساحات للتصويب واجاد للامانه سجل 5 أهداف. لكن اليوم اللعب اخر خلينا نقول بعد ما اخذ التايم دقيقه 17 لعب 7 لاعبين خروج الحارس ولعب 7 لاعبين سلاح ذو حدين حلو اي عشان يرجع الدفاع الخمسة واحد. صحيح. ويقدر يانكو ياخذ اريحيه. صحيح. ومثل ما ذكر خالد يفتك من الرقابه ويقدر ياخذ راحته على 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 من ناحيه الداخليه. صحيح. اليوم خيطان عليه بالهجوم اللعب 2 دائرة انا بوجهه نظري اليوم محتاج انه يلعب 2 دائرة يقدر عشان يفتح المساحات للمحترفين. اليوم قادسية قاعد يجيد عملية دفاعية خارج يعني على 9 متر قاعد يحاول يحد من خطورة المحترفين بشكل خلينا نقول كبير. اليوم خيطان إذا لعب على الاثنين دائرة ممكن يفتح المساحات للأجنحة وللباكات إنهم يسوون بأريحية تامة. هذا من ناحية خيطان. القادسية اليوم نفس العملية اليوم مثل ما ذكر خالد اليوم التسجيل كان من أغلب الأماكن. صحيح إن عبد الله فاروق سجل 4 أهداف ولكن بالثلث الأول خلينا نقول من الشوط الأول. اليوم فتح المساحات على الدائرة خصوصا من ناحية نادي القادسية يفتح المجال حتى مو بس حق عبد الله فاروق حتى حق ناصر بخضرة إنه ياخذ راحته أو يحيوح إنه بالاختراق يصير لاعب بلاعب فتكون المساحات موجودة ويقدر إنه يسجل فيها أو دخول الأجنحة بشكل مريح يعني. فاليوم فتح المساحات مطلوب من ناحية نادي القادسية بشكل كبير لأن اليوم النتيجة بالشوط الأول عبد الله 14-12 إلى الآن المباراة متناول الفريقين متساوية ما بين الفريقين. على عجالة كابتن خالد شنو يحتاج خيطان للرجوع في المباراة؟ الاستفادة من الفاست بريك عدم التضييع من ناحية النادي الخيطان لابد محافظة على الكرة قلة الأخطاء لو لاحظ أخطاء فنية كثيرة على نادي خيطان قلة الأخطاء الفنية والتصويب الجيد لأن وجود حراسة مرمى فهد كرم داخل الجول لابد أن تكون تصويبك ممتاز. جميل. انتقل بصوت الصورة للزميل العزيز محمد مدول لتعليق على مجريات الشوط الثاني تفضل كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم وعود معكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع بداية الشوط الثاني وشكرا لزميلي عبد الله نوري وضيوفه الكرام كابتن خالد حسين والكابتن خالد ملحم لما أطروا به من تحليل على مجريات الشوط الأول اللي انتهى بتقدم القادسية على خيطان بفارق هدفين 14-12 والآن طلعت الشوط الثاني والقادسية الآن ناصر بخضرة إلى عبد الله فاروق والقادسية والتمرير ناصر بخضرة إلى عبد
عبد الله فاروق جو 2 على الدائره مبارك الخالدي 4-2 يسحب دفاع خيطان الى الخلف وابو خضر معاوله الدخول دفاع قوي من خيطان وفاول لنادي القادسيه. هذا ناصر ابو خضر كابتن نادي القادسيه ولاعب الخبره لاعب دولي سابق وشارت اللعب السلبي. ابو خضر الثبات يا سلام هدف جميل يسجله ناصر ابو خضر ويتقدم القادسيه الان وما زال الدفاع المتقدم على يانكو المان تو مان من ناصر ابو خضر. هذا الهدف اللي سجله ناصر ابو خضر شوف من الثبات مع الحركه يسجلها ناصر ابو خضر. احمد البلوشي تمرير لعبد القدوس للجناح سعود لجريد ويسجل سعود لجريد الهدف لخيطان. وهذا فهد كرم اللي طبعا انهى الشوط الاول بتسع تصديات. هذا سعود لجريد ما شاء الله سعود برافو سعود لجريد خيطان برافو يا سعود. سعود طبعا مسجل 3 اهداف من 3 كرات من الجناح 3-3 يا سعود برافو. سعود خيطان اوه هدف يا سلام الفرعون المصري عبد الله فاروق شوف يلسع له كره جميله. عبد الله فاروق تصويب قوي ومحكم من هذا المصري المميز عبد الله فاروق. وخيطان اندريج لكن هناك رميه 7 امتار لاندريج الكرواتي إعاقة أثناء مواجهة المرمى وشوف الإعاقة أثناء التصويب ومواجهة المرمى رمية 7 أمتار صحيحة يحتسبها حكم اللقاء فواز باقر. بالتنفيذ رمية 7 أمتار يانكو يسجل يعني الأمانة يعني شوف هذا أول أهداف يانكو مسجل بالدقيقة 3 من الشوط الثاني. القادسية منذ بداية اللقاء وهو مخرج يانكو عن المباراة بالخروج عليه مان تو مان. هذه أول أهدافه من رمية 7 أمتار. تعدل القادسية المتقدم الفارق هدفين الآن. وهذا ناصر أبو خضرة إلى عبد الله فاروق نزول 2 على الدائرة مبارك الخالدي. عبد الله فاروق إلى أبو خضرة ناصر تقاطع محمد اليحيوح إلى عبد الله فاروق الخطير حاول الدخول لمبارك الخالدي يا سلام لكن البلوشي له كلمة. محمد جمشير البلوشي له الكلمة في هذه الكرة بالتصدي. تعود لخيطان يانكو ويهدي الكرة يهدي اللعب ويانكو زعلان يانكو يبي عقوبة طبيعي يعني يانكو لاعب متعود انه يسجل ويشارك. في هذا اللقاء ناصر ابو خضرة اخرجه خارج منطقه التغطيه بخروج عليه مان تو مان. شوف لا ملاصق له اندريج لكن فهد كرم يتصدى. برافو يا فهد متالق بالتصدي العاشر. برافو يا فهد كرم. وتعود لخيطان خطا لخيطان 5 دقائق الاولى مضت على زمن الشوط الثاني والفارق هدفين. سعود الجريد إلى أندريج الكرواتي يا سلام يا أندريج التهويش في الجسم والدخول والتسجيل لهذا الكرواتي المميز أندريج. شوف الاختراق والتسجيل برافو يا أندريج. مسجل لحد الآن 6 أهداف شخصية هذا الكرواتي أندريج أمامكم على الشاشة. شكرا مخرجنا ماشي مع أفكاري شكرا تعود الآن القادسية والفارق أصبح هدف وخيطان يعود ونزول 2 على الدائرة مبارك الخالدي فاروق إلى العطية لكن جمشير وتعود سريعة تشاولي التعادل لخيطان وخيطان يعود يعود خيطان مبكرا في الشوط الثاني. شوف التحول شوف هذا العطية لكن وين يا سلام يا محمد البلوشي التصدي يكمل مسيرة زميلة عثمان عبد القدوس ويسجل تشاولي الهدف التعادل من الفاست بريك. وعاد خيطان وهذا محمد جمشير في 6 دقائق لحد الآن تصديين مهمين يا محمد البلوشي
تعود القادسية عبد الله فاروق إلى اليحيوح إلى عبد الله فاروق المصري إلى أبو خضرة معاود الدخول دفاع قوي من خيطان تعود القادسية اليحيوح الاختراق يا سلام يا محمد اليحيوح يا سلام يا محمد اليحيوح يسجل الهدف يسجل الهدف عبد اليحيوح يتقدم القادسية الآن خيطان سعود الجريد مساحة كبيرة سعود يسجل سعود يسجل سعود 4-4 يا سعود الجريد ما شاء الله تبارك الله أربع كرات أربع أهداف سعود الجريد أربع سنين مو شوية قاعد تمرن اليوم يا سعود حافظت اللاعبين وحافظت الحراس برافو هدف يسجل سعود وهذا هدف اليحيوح والتعادل الآن العادل بين الفريقين القادسية وخيطان تعود هذا اليحيوح والقادسية عبد الله العطية إلى اليحيوح عبد الله فاروق دفاع متقدم 3-2-1 لنادي خيطان 3-2-1 لنادي خيطان عاود دخول اليحيوح ويسجل محمد اليحيوح يسجل محمد اليحيوح والله قلت لك هذا الأسمر يفعل كل شيء هو جندي مجهول في نادي القادسية للأمانة جندي مجهول بنادي القادسية ما له حس ولكن يتحرك ويظهر لك في أوقات تكون الحلول فيه معدومة وتلقى الحل عند محمد اليحيوح واللاعب جوكر يلعب في جميع الأماكن في مراكز الخط الخلفي تعود لخيطان والبلوشي سهلة البلوشي سهلة يتصدى فهد كرم الفاست بريك إلى حسن المهدي والقادسية يتقدم والقادسية يتقدم ويوسع الفارق مرة أخرى يوسع الفارق مرة أخرى إلى هدفين هذا الكرة فاست بريك برافو حسن المهدي يسجلها بطريقة جميلة من فوق الرؤوس لمرمى محمد جمشير وما زال الخروج مان تو مان على يانكو النمساوي وإخراجه خارج اللعب لبلوشي هذه خاطئة من يوسف خاطئة من يوسف لبلوشي خاطئة من يوسف لبلوشي ثاني كرة تمرير خاطئ لنادي خيطان الأخطاء التورنوفر تعود عليك يا خيطان العائد من الإصابة أيضا يقول لك الحمد لله على السلامة ويلكم باك يا محمد الصانع كرة مع القادسية محمد الصانع إلى اليحيوح يحيوح إلى عبد الله فاروق ويصوب يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله فاروق والله واضح عليه الإصابة ولكن قاعد يتحامل على نفسه ولكن ما شاء الله تبارك الله تصويب قوي وأداء مميز من عبد الله فاروق لحد الآن عبد الله فاروق مسجل 6 أهداف يوسف البلوشي إلى أندريج يسجل أيضا أندريج يسجل أيضا أندريج الكرواتي الهدف والفارق ما زال هدفين الفارق ما زال هدفين والقادسية متقدم ويحافظ على فارق الهدفين لكن خيطان سرعان ما يعود ولا يجع مجال القادسية في توسيع الفارق والقادسية الآن ناصر بخضرة إلى محمد الصانع والتقاطع والعودة مرة أخرى للدائرة إلى عبد الله فاروق في دفاع 3-2-1 متقدم على عبد الله فاروق وهذا اليحيوح يحاول دخول تمرير الدائرة ما توصل ما توصل تعود لخيطان محمد البلوشي وسريعة أندريج إلى يانكو إلى سعود الجريد سعود وخارج المرمى حطها في في الهدف الخلفي مو الهدف هدف المباراة ليس في مرمى المباراة في المرمى الخلفي اللي ورا الجول هذه كانت كرة مهمة يا سعود لكن وين خارج الملعب خارج الملعب والقادسية هذا يانكو اللي اليوم خارج نطاق التغطية خارج نطاق التغطية بسبب خروج القادسية عليه منذ البداية على المانتومان طبعا ناصر المخضر مطلع خارج الملعب يسجل فقط هدف واحد من ريمة 7 أمتار ناصر المخضر تمرير للجناح محمود علي يسجل محمود علي يسجل من الجناح هو الخروج يعني بالدفاع المتقدم هو سلاح ذو حدين انت راح تترك مساحات راح تترك مساحات في الدفاع وهذا ما عمل عليه نادي القادسية بتحويل الكرة
من الباك اليسار إلى الجناح الأيمن المتواجد فيه محمود علي اللي سجل هذا الهدف. تعود لخيطان أندريج الكرواتي يصوب ويسجل. هنا الحلول بخيطان عند أندريج الكرواتي ويسجل أندريج. يسجل أندريج اللي مسجل 8 أهداف اليوم، 8 أهداف شخصية أندريج الكرواتي، والفارق لحد الآن فارق 2. عزيز المشاهد ناشئ عند دقيقة 12 من زمن الشوط الثاني والنتيجة القادسية 21 خيطان 19. زول 4-2 على الدائرة. مبارك الخالد واليحيوح، لكن هالمرة البلوشي يتصدى محمد جمشير البلوشي لكرة اليحيوح وتعود لخيطان. هل يخلص الفارق؟ الحل وين راح يكون؟ عند مين؟ أندريج. ما زال مانتومان على يانكو النمساوي. تعود لأندريج إلى يوسف، يوسف البلوشي والتصويب. يا سلام يا سلام يا سلام يا يوسف البلوشي يسجل الهدف. شوف يوسف البلوشي التصويب المميزة والمتقنة في الزاوية العليا على يمين فهد كرم. برافو برافو يوسف البلوشي. ويقلص خيطان الفارق إلى هدف، يقلص خيطان الفارق إلى هدف. والقادسية مع الكرة الآن. هذا ناصر بخضرة إلى مبارك الخالدي، ما نزال القاتل يلعب 4-2. نزول مبارك الخالدي على الدائرة يسحب الدفاع للخلف وتفت من القادسية. هل التعادل يا أندريج؟ ويعود خيطان، يعود خيطان دقيقتين على ناصر بخضرة. ناصر بخضرة يقول أنا ما لمسته، ناصر بخضرة يقول أنا ما لمسته. شوف هذه الكرة، هذا أندريج، ناصر بخضرة، ودقيقتين على ناصر بخضرة، دقيقتين على ناصر بخضرة. هذا الهدف، شوف هذا أندريج، ناصر بخضرة، ودقيقتين، دقيقتين. هذا الهدف أيضا، هذه اللقطة مرة أخرى، ناصر بخضرة. فيها لمس خفيف، قرار الحكم دقيقتين، والقادسية ناقص عددية. محمد اليحيوح إلى الياقوت، هل الخيطان يستقل؟ وفاول، إيقاف للوقت، دقيقتين، 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 دقيقتين ليوسف البلوشي، دقيقتين ليوسف البلوشي. خلينا نشوف هذه الكرة، يعني مديت ريلك فيها اللونج ستيب، فيها اللونج ستيب، حتى لو ما كنت متعمد هذه، يعني لو فيها تعمد ممكن توصل للأحمر، مو ممكن راح توصل للأحمر، ولكن هذه ما فيها تعمد يوسف، فيها دقيقتين. واليحيوح الاختراق ويسجل محمد اليحيوح، يسجل محمد اليحيوح الهدف ويتقدم القادسية. الفريقين ناقصين عدديا والقادسية يسجل ويتقدم. تعود لخيطان، هذا محمد اليحيوح صاحب الهدف. محمد اليحيوح مسجل 6 أهداف اليوم. محمد اليحيوح تعود لنا يانكو، أخيرا تحرر يانكو. هل نرى شيء من يانكو في هذه الهجمة؟ تعود إلى أندريج، إلى أحمد البلوشي، إلى أندريج، والتمرير للجناح تشاولي ويسجل عبد الله تشاولي، يسجل عبد الله تشاولي الهدف التعادل، يسجل هدف التعادل لخيطان. هذا أندريج، شوف سحب محمود علي، فضل مكان لعبد الله تشاولي. شوف يعني كان يقدر يعطيه من أول وحدة، ولكن هنا ذكاء اللاعب سحب اللاعب عشان يعطيه تشاولي يدش على راحته. برافو، تحسب لك يا أندريج في هذه التمريرة والتحرك. القاتل يلعب بالإمتي جول بسبب النقص العددي، وتمرير الجناح محمود علي. ويا سلام يا البلوشي، يا سلام يا ولد جمشير، محمد جمشير البلوشي يتصدق. برافو يا محمد، شوف هذه الكرة محمود علي من الجناح، لكن البلوشي صاحي ويتصدى لهذه الكرة، وفرصة لخيطان بالتقدم الأول له في هذا الشوط، أو مو هذا الشوط، في المباراة. إذا سجل خيطان راح يكون أول تقدم له، وانتصفنا الشوط عزيزي المشاهد 15 دقيقة.
النتيجة 22-22 التعادل. سعود لجريد وخيطان إلى يانكو، يانكو إلى أندريج، الكرواتي إلى البلوشي، للجناح سعود لجريد وما فيها شيء. حكم يقول له قوم، ما فيها شيء يا سعود، والتعادل تعود للقادسية. هل يعود ومحمود علي ويسجل محمود ويتقدم القادسية. محمود علي يقول للبلوشي تصديت للأولى، مو كل مرة تسلم الجرة يا البلوشي، هالمرة أنا أسجل، هالمرة أنا أسجل. ويتقدم القادسية الآن مرة أخرى بفارق هدف، يتقدم القادسية مرة أخرى بفارق هدف. تعود لخيطان يوسف البلوشي، هناك فاول وخطأ، فاول وخطأ لخيطان. هذا الحكم محمد دشتي حكمنا القاري، هو يا زميله الحكم فواز باقر اللي معكم على الشاشة. إدارة مميزة لحد الآن وهادئة من حكام اللقاء. تعود لخيطان يانكو إلى أحمد عبد القدوس ويصوب رمية سبع أمتار، دفاع من الداخل من مبارك الخالدي، دفاع من الداخل يقول أنت قاطع من داخل يا مبارك. خلينا نشوف الكرة، هذه الكرة شوف مبارك وين، داخل، لا داخل بعدين طلعت يا مبارك. قرار صحيح من قبل حكم اللقاء محمد دشتي اللي عاد بينتنا كل شيء، كنت داخل يا مبارك صح في حالة الدفاع أنت طلعت برا، بس كنت داخل بعدها خرجت إلى الخارج. أوه نزول فهد، دقيقتين على اللاعب. في عقوبة على إداري الفريق أسامة المسامح بعد احتجاجه على قرارات الحكم، أخذ انذار. نزول فهد صلبوخ ولا يوم ولا يانكو، فهد صلبوخ أول نزول له ويانكو برمية سبع أمتار. فهد صلبوخ ويانكو ويسجل يانكو، يسجل يانكو، يسجل يانكو. هذا فهد صلبوخ الملقب بالكومودو، الكومودو فهد صلبوخ هو الكومودو. وتعود للقادسية الآن والتعادل 23-23. تعود للقادسية الآن والفريقين كاملين، والقادسية ناصر بخضرة إلى محمد الصانع، إلى محمد اليحيوح، محمد اليحيوح دفاع المتقدم من خيطان 3-2-1 متقدمة وخطأ على القادسية. تعود أندريك إلى يانكو والمرمى الفاضي، ويتقدم خيطان، يتقدم عن طريق يانكو، يتقدم خيطان الآن بفارق هدف، والقادسية يرتبك بالمرمى الفاضي من غير حارس مرمى بسبب الدفاع المتقدم من خيطان. وتعود الآن القادسية المتأخر، ناصر بوخضرة إلى عبد الله فاروق إلى اليحيوح، محمود علي إلى اليحيوح، والقادسية نزول بين على الدائرة ومبارك الخالدي ويسجل مبارك، يسجل مبارك الخالدي ويتعادل القادسية، ويتعادل القادسية الآن. تعود لخيطان، شوف هذا الهدف، شوف قاطع من الجناح مبارك استلم الكرة في منتصف دفاعات خيطان ويسجل سعود جريد، يسجل سعود جريد، يسجل سعود من الجناح. شوف سعود جريد يسجل الهدف، سجل الهدف. ويتقدم خيطان الآن مرة أخرى، يسجل الهدف. تعود للقادسية المتأخر الآن، محمد الصانع إلى اليحيوح، إلى ناصر بوخضرة، ناصر إلى عبد الله، إلى ناصر اليحيوح، إلى عبد الله فاروق، وتصويبة صاروخية، تصويبة صاروخية من عبد الله فاروق، يسجل الهدف التعادل. تعود خيطان سريعة، يوسف البلوشي إلى يانكو، يانكو لكن فهد كرم، فهد كرم، فهد كرم في الموعد، فهد كرم بالتصدي رقم 12، فهد كرم، يا سلام يا فهد، متألق 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 اليوم فهد كرم. يا أخي في ميزة هذا الحارس، شوفه يعني، شوف
هذه التصويبة الصاروخية من عبد الله فاروق فهد كرم في ميزة يحفظ يحفظ فتلقاه في أغلب الكرات تلقى سابق اللاعب إلى الزاوية وهذه ميزة طبعا شيء ترى مميز يمتاز فيه الحارس مو أي حارس يمتاز فيه طبعا هذا من مزايا فهد كرم وعبد الله فاروق يا سلام يا البلوشي يا سلام يا ابو يا ولد جمشير البلوشي يتصدى وتعود سريع عليه خيطان ويحرم القادسيه من التقدم يوسف البلوشي وتنقطع من مبارك تنقطع من مبارك برافو قراها صح قراها صح مبارك الخالدي مبارك الخالدي يقرا الكره صح ويحرم الكره يحرم البلوشي ولا كان فاضي والله سعود الجريد لكن قراها مبارك الخالدي والتعادل العادل وعشرين دقيقة عزيزي المشاهد وباقي عشر دقائق على نهاية الشوط الثاني واللقاء واللقاء متكافئ والتعادل بين الفريقين مباراة ممتعة وبو خضرة تمرير للدائرة الصانع لكن هناك خطأ وفاول لمحمد الصانع خطأ للقادسية الصانع بالتنفيذ وناصر بو خضرة إلى مبارك إلى بو خضرة خروج مانتومان على عبد الله فاروق اليحيوح معاوت الدخول والتصويب هناك فاول لمحمد اليحيوح فاول وخطأ لمحمد اليحيوح خطأ للقادسية خطأ للقادسية صافرة الحكم فواز باغر التمرير اليحيوح لمحمود ويسجل محمود علي يسجل ويتقدم القادسية الآن يتقدم القادسية من بسواعد محمود علي من الجناح يسجل هدف جميل محمود علي تعود الخيطان يوسف البلوشي واندرج الكرواتي يقول له هدي وطبق وما زال الدفاع المتقدم المانتومان على يانكو اندرج وخلفيه لي لكن خطا فاول فاول يا اندرج عملته في الشوط الاول ما راح تمشي على القادسيه في الشوط الثاني ووقت مستقطع يطلب المدير الفني التونسي لنادي خيطان المعز بن هادي لنادي خيطان والتقدم الآن للقادسية بفارق هدف هذا محمد جمشير والآن راح نشوف تصديات حراس المرمى هذا أمام تشوف تصديات الحراس محمد جمشير البلوشي وتصديات فهد كرم المتألق شوف برافو حراس المرمى هم نجوم هذا اللقاء تصديات حراس المرمى هم نجوم هذا الشوط للأمانة ونجوم اللقاء ونجوم اللقاء برافو انتهى الوقت المستقطع نطلب المدير الفني المعز بن هادي التونسي لنادي خيطان وهذا طبعا الكرواتي سلافكو سلافكو وهذا المعز من سيكسب بالأخير الكرواتي أم التونسي بالقيادة الفنية لحد الآن مو باين عزيزي المشاهد وباقي تسع دقائق والنتيجة متقاربة والقادسية يلعب بدفاع متقدم لمقابلة أندرج الكرواتي ويانكو النمساوي يوسف البلوشي راح تكون هناك مساحات بهذا الدفاع لو تجاوز اللاعب اللي أمامه من مدافع راح تكون مساحة البلوشي لكن دفاع قوي دفاع قوي إشارة اللعب السلبي إشارة اللعب السلبي كرم على يانكو يانكو إلى أندرج ويا سلام يا سلام يا فهد كرم فهد كرم يتصدى ويتألق ويتعملق في هذا اللقاء حلوة يا فهد متألق اليوم فهد كرم متألق اليوم برافو يا فهد يتصدى لتصويبة أندرج ويحرم خيطان من هدف التعادل هذا أندرج يصوب الكرة الأخيرة تعود القادسية والمان تومان على عبد الله فاروق ناصر أبو خضرة وإلى اليحيوح يا سلام يا سلام قلت لك هذا اليحيوح يطلع لك في أوقات تحتاج فيها ويقول لك تم برافو يا اليحيوح هو الجندي المجهول بنادي القادسية دفاع قوي من مبارك الخالدي دفاع قوي القادسية متقدم الآن إبراهيم البلوشي بالتنفيذ إلى أندرج
أندرج الكرواتي إلى يوسف البلوشي وخيطان إلى أندرج هذه بعورة الدخول دفاع قوي لكن خاطئة وتعود لنادي القاتية أبو خضرة ويسجل ناصر ويسجل ناصر أبو خضرة ويتقدم القادسية الآن بفارق الثلاث أهداف بفارق الثلاث أهداف هذا أبو خضرة شوف هذا هدف محمد اليحيوح والآن الفارق أصبح ثلاث أهداف في آخر سبع دقائق عزيزي المشاهد دقيقة 23 ويانكو والقائم القائم القائم لمرمى فهد كرم القائم لمرمى فهد كرم والله كأنها المستك يا فهد كأنها المستك راح نشوفها بالإعادة راح نشوفها بالإعادة يعني إذا اللي مست فهد راح تتسب لسيف القائم 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 وإيقاف للوقت ووقت مستقطع يطلب المدير الفني الكرواتي لنادي القادسية سلافكو آخر دقائق آخر ست دقائق 21 ثانية والتقدم للقادسية بفارق ثلاث أهداف يبي يحافظ على النتيجة حق مشروع خل أقول لك إياه بصورة فنية أكثر عزيزي المشاهد القادسية المدير الفني سلافكو يملك الآن اثنين تايم اوت يعني لو اخر التايم اوت سلافكو لين تصير الدقيقة 25 راح يروح عليه واحد فهو اراد ان ياخذ ان يستفيد من التايم اوت الثاني لان الحين باقي له اثنين عزيزي المشاهد اذا وصلت لاي مدرب او اي فريق في الشوط الثاني اذا باقي له تايمين لم يطلبهم من الدش دقيقة 25 وثانية لا يستطيع أن يأخذ التايمين راح يروح عليه واحد هذا هو القانون فارتأى الكابتن سلافكو أن يستفيد من التايم أوت في وضع أي تكتيك وضع المحافظة على الـ على الـ على النتيجة إراحة اللاعبين أي إن كان حتى يستفيد من التايم وما يروح عليه والقادسية الآن انتهى الوقت المستقطع نستهدف اليحيوح والدخول اليحيوح هناك خطأ وفاول لمحمد اليحيوح فاول ولا رمية سبع أمتار رمية سبع أمتار تحتسب شوف هذه الكرة محمد اليحيوح لا صح صح واجه المرمى دف من عبد الله تشاولي وضحت بالإعادة رمية سبع أمتار صحيحة يانكو لا تقول حق الحكم فواز باغر انه مثل ارجع بالليل وشوفها بالإعادة راح ترى ان قرار الحكم فواز باغر صحيح فيها دفع واضح من عبد الله تشاولي بالتصويب عبد الله فاروق ولا عثمان وعبد الله فاروق يسجل ويصعد بالفارق الى اربع اهداف يصعد بالفارق الى اربع اهداف برافو عبد الله فاروق والله باين عليه عبد الله فاروق انه جاي يلعب متحامل في إصابة ظهرنا إصابة عضلية نتمنى تكون إصابة عادية وخفيفة ما تتفاقم عليه إن شاء الله ولعب مهم ويانكو يصوب ويسجل يانكو يسجل يانكو والمرمى الفاضي وهدف سهل لنادي القادسية هدف سهل لنادي القادسية يسجله اللاعب أتوقع أن حسن المهدي تعود لخيطان ما زال فارق أربع أهداف وخيطان يلعب بالإمتي جول باثنين على الدائرة سبع مهاجمين بزيادة العددية في الهجوم المرمى الفاضي يانكو إلى أندريج للجناح تشاولي ويسجل عبد الله تشاولي يسجل عبد الله تشاولي يسجل عبد الله تشاولي شوف هذه الكرة عبد الله تشاولي يسجل الهدف ويخلص الفارق إلى ثلاث أهداف شوف هذا الهدف يتسجل من حسن المهدي بالمرمى الفاضي شكرا شكرا مخرجنا شكرا مصورينا الأمانة هم الجنود المجهولين اللي قاعد يثورون لكم هذا الإبداع على الشاشة
أنا فقط أنقل لكم بالصوت، ولكن الصورة اللي قاعد توصلكم والإعادات والزوايا كلها. ويسجل محمود علي برافو، يشكرون عليها جميعا الأمانة، كل من يشتغل في سيارة النقل وخلف الكاميرات والجنود المجهولين اللي يعملون في تلفزيون دولة الكويت. تعود لخيطان ومباراة سريعة، وسعود الجريد يسجل مباراة هدف بهدف. خيطان يعود والقادسية يتقدم، شوف هذه الكرة، وسعود الجريد يسجل الهدف. برافو يا سعود الجريد، برافو يا سعود. سعود طبعا مسجل 6 أهداف من 7 كرات، رغم مميز يعني دش في 7 كرات من الجناح مسجل 6. برافو يا سعود. نزول 2 على الدائرة، الدفاع المتقدم من خيطان، عبد الله فاروق، دفاع قوي من يانكو، دفاع قوي من يانكو. وإيقاف للوقت، وقت مستقطع يطلب المدير الفني اسلافكو. الظاهر ان اسلافكو رأى شيء فني لم يعجبه، واضح حط التايم وهو معصب ان القادسية مو قاعد يطبق شيء، هو في فكرة واضح كان يعني معصب وهو حط التايم. وهذه الاهداف اللي تسجلت مجريات الشوط الثاني، وباقي عزيز المشاهد 3 دقائق و5 ثواني على نهاية اللقاء، والقادسية متقدم بفارق 3 أهداف. يبي حافظ، ما يبي خيطان يعود، ما يبي خسر المباراة، وكل الأمور مفتوحة. باقي 3 دقائق في كرة اليد تتبدل في ثواني، تتبدل بثواني، وكل شيء جايز، كل شيء ممكن حصوله. ونستأنف اللقاء مرة أخرى، والصانع والدخول، وفاول لمحمد الصانع، فاول لمحمد الصانع. خطأ القادسية، عبد الله فاروق إلى محمد الصانع، دفاع قوي من حسين الضفيري، دفاع قوي من حسين الضفيري، محمد صانع بالتنفيذ، عبد الله فاروق والتصويب، لكن دفاع قوي من أندريك، وخطأ على القادسية، وتعود لخيطان، حسين أحمد إلى يانكو، يانكو تنقطع من يانكو، تنقطع. برافو يا ناصر، برافو يا ناصر بخضرة، خاطف الكرة بطريقة مميزة ناصر بخضرة. ويهدي القادسية، وآخر 2 دقيقة و15 ثانية، والقادسية متقدم ب3 أهداف. إذا سجلها القادسية الآن راح يصعبها. خروج مان تو مان، خروج دفاع متقدم على بخضرة وعبد الله فاروق. الآن الدور عليك يا اليحيوح وناصر بخضرة. محاولة الدخول إلى بارك الخالدي، يا سلام يا سلام يا سلام. مبارك ينهيها ويصعبها، وخيطان السنتر السريع أحمد البلوشي، تمرير الدائرة لإبراهيم، يسجل إبراهيم البلوشي، يسجل إبراهيم البلوشي، يسجل إبراهيم البلوشي. وآخر 1.5 دقيقة عزيز المشاهد على نهاية هذا اللقاء، والفارق 3 أهداف للقادسية. تعود القادسية، واليحيوح يا سلام يا سلام، يسجل محمد اليحيوح، يسجل القادسية، وتعود سريعا البلوشي إلى إبراهيم. كرم 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 كرم، كم أنت كريم يا كرم. وحسن المهدي، لا عثمان عثمان عثمان، يعطي الأمل ولو بصيص من الأمل لخيطان وأندريج الكرواتي، ويسجل الكرواتي. وآخر دقيقة، آخر دقيقة، والفارق 3 أهداف. صعبة ولكن مو مستحيلة، ولكن صعبة جدا. خلاص يعني باقي 45 ثانية والفارق 3 أهداف، والقادسية هذا هدف أندريج الأخير. فهد كرم، فهد كرم، برافو يا فهد. ومحمود علي والقادسية للصانع، خلاص خلاص القادسية.
الاخيره وفاول الخطاط فاول خلاص نقدر نقول مبروك نادي القادسيه هارد لك لنادي خيطان شكرا شكرا خيطان قدم مباراه كبيره قدم مباراه مميزه ولكن بالنهايه يفوز القادسيه بفضل تألق حارس المميز فهد كرم اللي اليوم متصدي ل14 تصدي مبروك القادسية هارد لك لنادي خيطان انتهى اللقاء أعزائي المشاهدين بفوز نادي القادسية على نادي خيطان بنتيجة 34-30 أعزائي المشاهدين أرجع معكم الآن إلى الاستديو التحليلي مع الزميل العزيز عبد الله نوري وضيوفه الكرام الكابتن خالد حسين والكابتن خالد ملحم وكل أمل أن ألتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله وتقبلوا تحياتي كان معكم محمد يوسف مدو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل زميلي عبد الله النوري لك المايك كل الشكر والتقدير للزميل العزيز محمد مدو لتعليقه على مجريات هذه المباراة اللي جمعت ما بين القادسية وخيطان وانتهت المباراة بتفوق نادي القادسية ب34 هدف مقابل 30 لنادي خيطان كابتن خالد ملحم مباراة جدا جميلة استمتعنا فيها كان في هناك تفوق لنادي القادسية ومن ثم عاد مرة أخرى نادي خيطان ومن ثم تفوق نادي القادسية فمباراة قمة بالإثارة شلون توصف لي المباراة بالشوط الثاني أول شيء قلت لك نادي القادسية مبروك على النقطتين و عطى حظوظ كبيرة للتأهل من ضمن الستة الكبار وهاردك نادي خيطان وقدمت مباراة ممتازة فيها جمل تكتيكية فيها ثنائيات ثلاثيات تميز حراسة المرمى في نادي خيطان لا بد أن حنا نثني على نادي خيطان قدم مباراة ممتازة لا يختلف عليها اثنين نتكلم على فنية نادي القادسية كابتن سلافكو قدر يعتمد اعتماد كلي على ناصر بخضرة على محمد اليحيوح على مبارك الخالدي صح ان عبد الله فاروق قدم مباراه ممتازه 8 اهداف بس لابد ان الثلاثي اللي هو تحرك ناصر بخضره مبارك الخالدي محمد اليحيو هم اللي عطوا افضليه بعد حراسه المرمى بعد فهد كرم لو تلاحظ بعد دقيقه 23 قدر نادي خيطان يتفوق فرق هدف وخذ تايم كابتن سلافكو حس في وضع خوف على نادي القادسيه صحح الاوراق قدر يلعب في اعتماد كلي على الفتح الخارجي عطى اريحيه لو تلاحظ اليوم ناصر بخضره احنا اشدنا فيه قبل المباراه والحين لازم نشيد فيه ناصر بخضره مسوي 9 اسيست غير الاهداف اللي هو مسويها مسوي 9 اسيست من ضمن التسعه 6 مع محمد اليحيوح يعني حمل كبير على نادي القادسيه اليوم ناصر بخضره ولا بد ان احنا نثني عليه وقراءة ممتازة من ناصر بخضرة عطى جميع المساحات لو تلاحظ عطى أفضلية محمود علي عطى أفضلية ناصر مبارك الخالدي نزل للدائرة يعني قراءة ممتازة من ناصر بخضرة قد لك نادي القادسية وهارد لك نادي خيطان جميل خالد المباراة يمكن ارتقت لكل ما نطمح له شفنا مباراة جميلة، شفنا مباراة كان في شد وجذب ما بين الفريقين، مباراة قدر كل مدرب انه يفرض سيطرته في ارضية الملعب، لكن بالنهاية شخصية البطل هي اللي كانت طاغية في ارضية الملعب. بالضبط، نقول مبروك اول شيء للنادي القادسية، هارد لك نادي خيطان. انا ودي اقول جود لك للفريقين الشوط الثاني. صحيح. شوط ثاني مميز، شوط يعني قلت فيه الاخطاء الفنية، شوط برزوا فيه لاعبين مثل ما ذكر اخوي خالد اليوم، شفنا من ناحية النادي القادسية. محمد اليحيوح وناصر مخاضرة مبارك الخالدي محمود علي اليوم كان في الجماعية المطلوبة اللي كنا نتكلم عنها قبل المباراة أن القادسية محتاج أنه يلعب جماعية أكثر وعدم الاعتماد بشكل مبالغ فيه على عبد الله فاروق فشفنا هالشيء بالشوط الثاني برافو بالإضافة طبعا إلى النجم فهد كرم يعني بالشوطين كان هو مميز اليوم حتى خيطان أنا صراحة ودي أثني على نادي خيطان بالشوط الثاني اليوم نادي خيطان يعني بالشوط الثاني لعب بطريقه هجوميه مع ظل يعني غياب يانكو للرقابه اللي كانت مفروضه عليه بالشوط الثاني الا ان نادي خيطان طلع بصوره ممتازه اليوم شفنا سعود جريد سجل عندنا شفنا عبد الله تشاولي سجل احمد البلوشي فتح المساحات حق اندريتش اليوم سجل 11 هدف
اليوم حتى نادي خيطان احمد تنزيل الكرات الى حق الدائره احمد عبد القدوس اليوم شفناه بشكل اكبر، عثمان عبد القدوس بالحراسه. فاليوم الشوط الثاني مجمل الفريقين على اساس ما نبي نتكلم بشكل يعني الشوط مثالي للفريقين، اللي فرق فيها تركيز الفريقين. يعني شفنا خيطان وصل للتقدم بالدقيقه 18 صحيح، تقدم على نادي القادسيه بفارق هدف. يعني الفترات هذه كان فيها تالق من قبل الفريقين في صعود وهبوط المستوى، لكن على مثل ما ذكرت عبد الله شخصيه نادي القادسيه هي اللي شفناها برزت في النهايه، وخبرته اللي خلتها يتفوق في نهايه الشوط. هذه الميزه وهذه حلاوه كره اليد الكويتيه اليوم، لما نشوف احنا فريق يتفوق وفريق يرجع يصير شد وجد ما بين الفريقين، لكن بالنهايه الشخصيه تلعب دور، نقول مثلا الخبره، صحيح اللاعبين صحيح كبار السن اللي موجودين في ارضيه الملعب الى جانب اللاعبين الشباب المدربين. اكيد احنا دائما يمكن خالد نقول الشوط الاول شوط لاعبين والشوط الثاني شوط مدربين. قدروا القادسيه ان يتفوقون في هذه المباراه، فاحنا نقول شكرا على هذه المباراه الجميله اللي ارتقت باسم وسمعه هذين الفريقين. نغلق صفحة هذه المباراة ونذهب إلى مباراتنا الثانية، وهي المباراة اللي تجمع ما بين السالمية والفحيحيل.